وإن صليت بكل الأنبياء. يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين، يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام، السلام عليكم. الله ان شاء الله غيبدا قريبا ويدخل مع الناس في الشاب. اهلا سي ميلود، مرحبا بك. لا تنزيدوا مازال، خاص الناس يدخلوا. يالله بديت واحد دقيقة دابا، نتسنى واحد في يومينات ان شاء الله. أنا خويا مراد. ومرحبا بكم معنا. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام، يا محمد
لذلك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي ونصر. محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، اوكي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان والاخوات. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. نتمنى انكم دوزتوا واحد الاجواء ديال الصيف اللي فات يكون ممتعه، ودابا دخلتوا للفول بديتوا كتوجدوا البرد. حنا ديجا في نيويورك بدا عندنا البرد القارس. الموضوع ديال اليوم هو الجاليه المغربيه. انا تقريبا كنعقل على راسي اخر لايف هضرت على هذا الموضوع تقريبا في 2020، وتقريبا دابا نفس الاحداث من يعني تقريبا 4 سنوات، باقي ما تغير والو. علاش؟ لان باقي الاستغلال، باقي المتاجره. بالعكس الجاليه المغربيه غادي كنلاحظها غادي كتغرق غادا، والاوضاع ديالها كتازم اكثر غادا، وكنشوفوا الشتات غادا، كنشوفوا الضياع، كنشوفوا ناس بزاف دابا اللي ما كيتصلش عليهم الاضواء، لان ملي كيتسلطوا الاضواء كيتسلطوا غير على صوت الحسن ينادي والراليات وهذاك الشيء اللي ما جواره، هما اللي ما كتستافد منه صراحه الجاليه بوالو. ان شاء الله اليوم غادي يكون لايف اللي غادي ما غيكونش طويل. باش نذكر غادي نذكر بعض الاشياء، وديك الساعه اي واحد بغى ياخذ الكلمه وبغى يشارك معنا اي معلومات اقتراحات ان شاء الله مرحبا، لان هذا اللايف خاص بمناقشه المشاكل، وكذلك نحاولوا نلقاو حلول كجاليه. انا كطرف في الجاليه وكتجيني الغيره، وكنتمنى اي واحد معنا في اللايف ولا في الجاليه يكون عنده نفس الشعور. علاش؟ لان هذاك الشيء باش الجاليات الباكستانيه والهنديه طلعوا لواحد المستوى عاليه، لانهم عندهم غيره على الجاليه ديالهم. دونك غادي نبدا بالاحداث اللي وقعت مؤخرا في اورلاندو، في الحفله اللي دارت. اول حاجه هي انا السيد ماشي يلاه هضرت على هذا الايفنت اليوم، ولا ماشي تارجيتو هويا، وراه ما بيني وبينو حتى شي حاجه، لا هو لا الجمعيه لا كاع الناس اللي كنهضر عليهم. انا شنو الغرض ديالي؟ هي هاد الناس ما يتاجروش فينا، اللي بغى يدير شي ايفنت يديرها من جيبو، يديرها من فلوسو، ما يبقاش يتاجر بمغاربه امريكا. وانا نقول لكم هاد السيد علاش كيتاجر بمغاربه امريكا. هاد السيد انا متبعو من قبل، يعني ملي كان باقي الله كينتقاد وكيعير الملك، وكان يعني خارج لانيشان. من بعد ما عرفت شكون اللي دوروا سيدي رجعوا قال لك للطريق. بدا السيد كيمشي للطريق تلاقى مع وهبي، تلاقى مع منيب، يعني بداو كيتحلوا ليه شي بينه بيبان في الشكل. هذا هو كيفاش بدا كيبان، ولكن ما كانش كياخذ الفلوس. كيفاش كياخذوا الفلوس؟ وكان كيلمح كيقول لك دابا مثلا الا كانوا الفلوس خارجين علاش ما ناخذهمش ونستافدوا منهم. هذه هي اول حاجه كدير لك الطن، كتقول هذا السيد هذا راه كيضرب على شي حاجه. المهم ما تقدرش تظلمو، خاصك تشوف شي حاجه بعينك. جا الايفنت الاولى، يعني داز الناس مشاو يعني بالنيه ديالهم، ولكن من بعد السيد ولا باقي كيضرب على الفلوس. سو شنو دار هويا؟ مشى للطريقه اللي كيديروا اغلبيه الناس المريقيه عبر العالم، ماشي غير في امريكا، وهي انك تحل جمعيه خاصه بالثقافه ولا الفن ولا شي حاجه ديال العربيه، اللغه العربيه ولا شي حاجه، باش تكون عندك واحد الطريق ديال الدعم من المغرب. اول حاجه اللوائح ديال مشاركه الدعم يعني مع الجمعيات العموميه ومع الافراد ومع الاعلام كانت كتخرج من قبل، من 2011 ما بقاش خرجت هذه اللائحه. في الوقت كيقول لك مثلا الجمعيه فلان فلان خدات هذا المبلغ، الجمعيه فلان فلان خدات المبلغ، الفاعلين الجمعويين تاهم بالاسماء. سو كانوا كياخذوا مبالغ وكانوا كيظهر، يعني ملي كتشوف شي جمعيه خدات شي حاجه غادي تشوف شحال خسرات تقول واه ذاتس جود، هذا يعني مبلغ ماشي مشكله تاخذ، غير انها تصرف هذوك الفلوس على شي حاجه بابليك منفعه العامه. هذه الحاجه من بعد غنهضروا على البربز فين خصهم يتصرفوا هذوك الفلوس. اول حاجه هذا السيد هذا
بقى كيضرب على هاد الفلوس، يضرب يضرب يضرب، جا دار الجمعيه. الجمعيه دابا ملي كنسمعو كيهضر على الاعضاء، كيهضر على حنايا وكنديرو. لا دخلتو الجمعيه، كتلقى فيها شكون؟ كتلقى فيها هاد السيد هو الرئيس، الزوجه ديالو هي نائبه الرئيس، والتريجرر هو امين المال الاب ديالو. هذا كدير لك واحد الفلاج، وماشي غير هو اللي داير الطريقه، كاينه وحده جمعيه اخرى. انا كنقول الجمعيات بالاسماء لان هادو منابر عموميه. كاينه جمعيه مني لكم ديال السيده سعاد المجاهدي، كتلقاها هي الرئيسه، بنتها نائبه الرئيس، راجلها توفى امين المال، يعني جمعيه خويا ومراته. هذاك الشيء اللي كيكون في واحد داخل السقف، لو وقعت شي حاجه ما كنعرفوش حنا، ما كاينش. الحاجه الثانيه هي هذه الجمعيه عندها 3 سنين، عندها 3 سنين ولكن ما عمرها شفنا التقرير الادبي والتقرير المالي. كنشوفوا الجمعيه كتدخل، ولكن مثلا ملي كتشوف لها داك الفايلين ديالها ديما دايره زيرو، وراه دايره الايفنت ودايره سميتو. نهضروا على الايفنت الاخرى. الايفنت الاخرى سيدي علاش مموله من فلوس الشعب؟ اول حاجه كما ذكرت، راه ما يمكنش تعرف من المغرب يقول لك ها انت شحال خسرت، وما يمكنش تعرف من هاد الطرف اللي تستقبل. هادو هما المستقبل والمعطي، ما يمكنش تعرف منهم. كيفاش كيمكن تعرف؟ كي باقي الناس شرفاء كيخرجوا اخبار من داخل البلايص اللي كيخرجوا من الفلوس، باقي ناس على عندهم الغير على المغرب. ملي كتخرج شي حاجه كيحاولوا يخرجوها باش الناس يهضروا عليها. سو دونك هاد المبلغ ديال 300,000 دولار هو مبلغ تقريبي فقط، يقدر يكون اكثر ولكن مبلغ تقريبي. هاد الفلوس منين كيجيو؟ كيجيو من المال العام، لان ما يمكن حتى شي حاجه كتعطيها الدوله من المال الخاص تاع الوزراء ولا ديال حتى شي واحد. اي حاجه تحطها تمايا ما جايه من المال العام، سواء جايه من الضرائب، سواء جايه من تحويلات مغاربه العالم، سواء جايه من الفوسفات اللي كيتباع وما كنشوفوش. يعني ضروري كاين واحد المنبع، واحد الروبيني كيستغلوه باش على القضيه الوطنيه، على المسيره الخضراء، على هاد الايفنتس هادو. ما عندنا حتى شي مشكل، بغاو يديروا الايفنت يديروهم، ولكن المشكله هي هاد المسيره الخضراء لمده 50 سنه دابا تقريبا، راه خسرنا على الزبابل ديال الفلوس. وشنو خرجت لينا؟ خرجتنا بزاف ديال المريقيه. اشنو استفدنا؟ والو. مثلا الجاليه المغربيه اللي هنايا، راه ملي جيت انا الميريكان وما كاين غير عيد العرش، عيد المسيره، عيد الاضحى وعيد الفطر، واحد ما كيهضر عليه. هادو كرو فيها عينهم القدم. اللي كيبغي يحتفل كيحتفلوا غير بالعيد، الاعياد الوطنيه، عيد العرش وعيد المسيره من اللي جيت. ولكن لحد الساعه ما كنشوف حتى شي نتيجه ايجابيه. حنا هنا اليوم باش نقولوا لهم بليز ستوب، حنا بغينا نخدموا الناس. حيت دابا المشكله شنو لقيت؟ لقيت ناس جمعيات اللي كيخدموا، عندهم ناس اكاديميين وعندهم الافكار وعندهم الميشن ستيتمنت وعندهم بزاف الحوايج، ما كيلقاوش الدعم المالي باش يخدموا، كتلقاهم كيخسروا من جيوبهم. والجمعيه ديال انا وخويا ومراته اللي عطينا غير الشطيح والرديح، كيستقبلوا الاموال وما كنشوفوش النتائج ديالها. هاد السيده شنو قدم للجاليه؟ اشنو قدم؟ ما عمرني شفتو قدم شي حاجه. الناس اللي كيعيطوا لي يقول لي بغينا مساعده، كيقول لك ما كيسد عليهم الباب. واش الثقافه؟ الثقافه الا ترجعنا واحد، يا الثقافه واحد الجانب زوين نقدروا نخدموا عليه في الجاليه ديالنا، ولكن غير واحد البارت صغيره باش نتقواو بها، ماشي هو المين تيك اللي خاصنا نخدموا عليه، لان حنا كجاليه غادي يرجع الحلول في الاخر. المهم هاد القضيه ديال استغلال المال العام باش دير واحد الحفله وما تعرضش على الناس، لان شنو وقع من قبل، ملي تحط اللينك، مجرد ما تحط اللينك 3 دقائق من وراء ملي تحط اللينك، دخلت باغي ندير ريزرفيشن كلوز. علاش؟ لان هاد السيد هذا كان وقع واحد المشكل في فلوريدا ديال القنصليه المتنقله، وكانوا جاو المغاربه تما بزاف، وقعت واحد الفضيحه، وخرج هاد السيد براسو كيعيق كيقول لك المغاربه هيماج، القنصليه دايره لكم سميتو، خاصكم تنظموا، خاصكم ديروا. يعني هاد السيد هذا راه مستحيل غينظم لك شي حاجه في اللوكال كوميونيتي، راه تم الضيوف في اي بي. شكون هما الضيوف؟ اكثريه الاعلاميين المريقيه هنا والجمعويين. شكون هما اخرين؟ ناس جايين من كندا، ناس جايين من لوروب، ناس جايين من المغرب. ونقدر نعطيكم 90% تقريبا، ما عنديش الرقم هو اكزاكتلي، ولكن تقريبا 90% كلشي بيد اوف. هاد الناس اللي جايين كلشي بيد اوف. شي بعدا كداك اللي في اورلي جاو في اورلاندو، شكون هما هادوك؟ هادوك احباب واصحاب مول العرس، صحاباتهم، صحابات صحاباتهم، يعني واحد كيجيب واحد. سو كاينه كوناكشن،
يعني الدور ما كانش محلول للجاليه كامله باش تكون واحد المساواه، واخا هي واحد الايفنت مريقيه اتس اوكي نخليو بعداك الجاليه يدخلوا وينشطوا، ولكن هادو حتى الجاليه حبسوهم. من بعد شنو كاين؟ من بعد كنشوفوا واحد الايفنت مغلقه في شي روم ما كاينينش الناس بزاف. شنو كاين؟ حنا مغاربه امريكا كنقدموا الولاء كنديروا هادي، وحنا ما وراء سميتو وبغينا هذاك المجلس ديال اللي غيدير صاحب الجلاله واللي بغينا هادي. واش حنا ديما غنبقاو حادين الراس؟ واش مجلس الجاليه سنوات هو كينهش في الهيكل ديال الجاليه المغربيه في العالم ماشي غير في ميريكان، سنوات هو كينهش، ولكن من بعد بدل ما يتحاسب المجلس الجاليه عن طريق رئيسه بوصوف ما كاين لا حسابات لا والو، وهذا رئيس مجلس الجاليه حتى هو من الناس اللي مسؤولين عن تقديم الدم من تحت الطبله، لان جمعيه كاينه في واشنطن دارت تكريم واحد الجول عزمي 80000 دولار، شكون اللي عطاها ليه كيفاش تعطات؟ ما كاين حتى شي شفافيه، ما كاينش مصداقيه، ما كاين حتى شي اللي يعطيك الخبر، حتى ديك الحق للوصول للمعلومه الا بغيتي تمشي تاخذ المعلومه ما غاتاخذ حتى شي حاجه. المشكله ديال فلوريدا هي فيها واحد التجمع كبير ديال المغاربه، اكبر تجمع في الولايات المتحده ديال الجاليه المغربيه هو ولايه فلوريدا. شنو هذا؟ خلق واحد التنافس، كلشي ولا بغى يمشي يسترزق في هذا الميدان ديال شوفوني ديال صوت الحسن ينادي وديال الرايه، وما كنستافدوا منه حتى شي حاجه. الجاليه المغربيه ما كتستافدش من هاد الحفلات ديال الشطيح والرضيح. اوكي، انا هاد الايامات هادي قضيتها مع واحد الاصدقاء باكستانيين بنغلاديشيين، وحاولت نسبندي معاهم التايم في الكوميونيتي ديالهم باش نعرف كيفاش هاد الناس كينجحوا، وناس واصلين ماشي ناس اللي كيسوقوا الطاكسي، ولا مع احترامي لصحاب الطاكسي يعني ناس واصلين. مشيت كنسولهم كنقول لهم كيفاش نتوما الكوميونيتي ديالكم؟ حنا الكوميونيتي حنا راه مضاربه بيناتها، نص مضارب مع نص الاخر. لقيتهم اسيدي شنو كيخدموا؟ كيخدموا على الجانب الاكاديمي هو الاول، قال لك هنا الناس اللي كيجيو واخا تلقاه في طاكسي كيحاول يشجعوه. كاينين جمعيات خاصه غير بالتوجيه الاكاديمي، وكاينه جمعيات خاصه غير بافتر يعني ملي كتاخذ الدبلوم كتحاول تعاونك دير لك جوب بليسمنت. الحاجه الثانيه هي التكنيكال، ناس كيعلموهم الصناعي، ناس كيتعلموا بزاف الحوايج اليدويه. والحاجه الاخرى اللي كيبيزوا عليها موصلي هي البزنس، البزنس راه ما كيوصلوش للبنكه، راه كتلقاهم غير بيناتهم عندهم واحد الثقه تبلدات اللي يقدر واحد يحط 50000 الاخر 50000 الاخر 50000 الاخر 50000 ويمشي يشري دار مجموعين، ولاو جمعيات داخلين في هذا السمع. علاش حنا دابا المغاربه ما متبعينش هذه الطريقه؟ كنلقاو قيامات المغاربه كيجيو وما كيلقاوش الخدمه. علاش؟ حيت خصك تمشي تسول ايطالي ولا تسول يماني ولا تسول شي واحد من جنسيه اخرى تقول لي راه ولد بلادي بغى يخدم، ويقول لك لا ما كاينش خليه يتسنى خلي النمره ديالك. في حين هاد البنغلاديش وهاد الهنود ما كنشوفهمش عندهم هاد المشكل، حيت عندهم بنوا جلدتهم عندهم البيزنس. نمشيو للحاجه الاخرى، السكنه، السكن حتى هو كتلقى ناس عندهم الديور ديالهم. حنا المغاربه كلشي كتلقى كيقلب على الايجار، ها هو واحد جراو عليه، ها واحد في ستريس. انا عرفتي في نيويورك شحال، راه نعيط للسيد دابا عرفتي شنو هو، راه كينعس في الزنقه. راه كاينين شي حوايج اللي مشاكل ديال الجاليه ما كان تسلطش عليهم هذاك الضوء، ومنهم مثلا الطلبه المغاربه هنايا اللي جايين بفيزا ستودنتس كيوقع عليهم الاستغلال في العمل، لانهم كيلقاو راسهم ما لقاوش الفلوس باش ياكلوا، ما لقاوش يعني جايين الفلوس لحد في القد، كيمشي يخدموا بالدريات مثلا بيبي سيرال ولا كيخدموا شي خدمه، حتى كيلقاو راسهم يعني متعرضين للاستغلال. وكاينين بزاف المغاربه متعرضين للاستغلال. علاش؟ لان المغاربه ولاو حيط قصير. قراو بعداك شويه الكومنتس، ديروا جمعيات تعاون الناس الجدد اللي كيجيو وكيحصلوا على سكن لا خدمه. واول حاجه اللي بغيت نشرحها هي ديال سميتو الدعم. حنا تبارك الله علينا، حنا جاليه نقدروا حنا ندعموا الجمعيات ديالنا، ما محتاجينش الفلوس ديال المغرب. المغرب راه بارك هذاك الفقهاء الفساد اللي شفروا الفلوس كاملين، بارك الناس ديال الحوز، الناس ديال طاطا، الفقر ولا اول اوفر في المغرب، غاتكلفوا بدوك الناس. حنا قادين بريوسنا، ما خاصين حتى شي حاجه، حنا ما خاصينش الالاف من الدولارات باش نقولوا صوت الحسن ينادي. حنا لا كانت شي حاجه خاصها تخرج من القلب. والثانيه الوطنيه هي يو كير اباوت بيبل، يو كير اباوت بيبل. هاد الناس اللي كيقولوا صوت الحسن ينادي وكيخرجوا يهزوا الرايه وسميتو، عمرنا ما شفناهم كينتقدوا الفساد، عمرنا ما شفناهم كيسبورتيو الناس المظلومين، عمرنا شفناهم كيسبورتيو الضحايا مثلا ديال الحوز. عندهم غير طريق واحد،
تبارك الله عليهم. وهاد الطبقه هما اللي كتلقاهم في دوزام وميديا، كتلقاهم يعني مرقيه في قنوات المرقه. واش حنا دابا شنو بنا لهم مثلا؟ قطع من الغنم يعني كنتفرجوا اي حاجه وقعات غادي نحضروا راسنا ونقولوا مثلا سمعا وطاعه. راه خصنا نتحركوا، خاص الناس الاكاديميين يخرجوا نديروا جمعيات ولا نديروا تجمعات ولا كما كان ورشات، اي حاجه اللي تبان اللي تغطي على هاد التخربيق وهاد المهزله اللي كاينه. لان هذه ماشي الصوره ديال المغاربه، حنا ماشي الصوره ديالنا بحال هكاك. ملي كتجي تشوف النتائج ديال هادشي مثلا، مشيو حتى القضيه ديال الصحراء، واش القضيه ديال الصحراء استفدت من هاد الخرجات؟ واش استفدت من هادوك سميتو؟ راه الناس كيضحكوا علينا بعض المرات. راه هذيك المسيرات مثلا خارج في الطريق ودير ترافيك وطيط راه كتعكس واحد التخلف. انت غنوعاو، انت غادي نبداو نخدموا على الحوايج اللي غادي ينفعونا يزدم لقدام. اما الحوايج العابره راه كتكون غير محطات كيستافدوا منها شي ناس اللي اصحاب المصالح الخاصه. وثاني حاجه، انا الا درتو غير تحريات، مشو قلبوا على الجمعيات وشوفوا الرؤساء ديالو وشوفوا ماش كيخدموا هنايا. بحال هذا الرئيس تاع الجمعيه اللي دارت هذا المهرجان ديال اورلاندو، راه سنوات ما باع حتى شي دار. هو لي ريل ستيت، الريل ستيت راه ملي كيبيع شي حاجه كيحطك يقول لك توب اوف دو ماركتينغ باش يجيب لك مور كاستمرز. كيقول لك انا ربعت الدار، كريت الدار، فهمتي؟ هو والو ما كاينش، كاين غير المغرب دوزام ميدي ان، هذه هي الاكتيفيتي ديالو. شي حاجه هنايا داخل الكوميونيتي، واحد البوزيتيف امباكت اللي غنشوفوه غنلمسوه ما كاينش. المهم انا دابا غادي نقدر نعطي اوكي. شكون اللي قال لي فين؟ لا تقرا شي اسئله. فين هي 300,000 دولار؟ ابراهيم الكرهاوي، واقيلا راك جيتي معطل. 300,000 دولار هي التسريبات الداخليه، الحمد لله كاينين الناس الشرفاء من داخل هاد المؤسسات باقي ما كيرضاوش بهذا الشيء. خرجوا 80,000 دولار هما اللي خرجوها، 300,000 دولار خرجات. وباش عرفت انا تا قلتها؟ لقيت الخبر عند واحد الانسان اخر تا هو خدا الخبر انترنال. ملي لقيت الامون تقريبا بحال قلت زكا عليا هادي، حيت ما كاينش واحد الوسيله، ما كاينش واحد اللوائح اللي غتعرف فيها الجمعيه اكس خدات فيها مثلا واحد الدعم، ما كاينش. كنعرفوا حنا التبزنيس في قضيه الصحراء هادي عارفينها، كلشي كيبزنس فيها. راه ملي كتشوف شي واحد داير رايه ودير طاقيه، فين هي؟ المهم ما كايناش، راك غنديرها. تشوف داير رايه وطاقيه وصوت الحسني نادي، عرف القضيه فائنه. الوطنيه ماشي هي هذيك الوطنيه، هذيك الوطنيه اللي علمونا، ولكن الوطنيه الحقيقيه يو جيف تو ذا بيبل اند يو جيف تو ذا لاند، هذه الوطنيه. اما باش تستغل الفلوس ديال الفقراء هذيك بالعكس، هذيك الخيانه. هذيك باش تستغل الفلوس ديال الفقراء وتبدا تطبل وتزين الصوره ديال المسؤولين، راه يعني انك قبضتي الثمن ديالك واصبحتي انت بضاعه لانك بعتي راسك رخيص. ولكن ان شاء الله هادشي داتسيت. نهضر على الحاجه الثانيه، القنصليه، اللقاءات السريه ديال القنصليه. الا كان القنصل العام عزيز عليه الشعر ماشي مشكله، يمشي يدير لقاءات شعريه، يمشي ما يبقاش يدير شي حاجه باسم الجاليه ويجيب لنا شعراء وفنانين من المغرب حتى هما مخلصين التيكيتا ويحطهم في القنصليه ويجمع المريقيه. المريقيه ياك نقول فيها المريقيه لان كتسمع مفكرين من عند صحاب المريقيه وسميت عارف هذوك تاعهم مريقيه، لان انا كنعرف مفكر ومريقي لا يلتقيان. مفكر مفكر ومريقي مريقي، مفكر دار مستقبله وعرق راسه باش انه يوصل ويخدم على راسه. مريقي كتلقى اما درايفر ولا جوبليس ما عنده حتى شي خدمه اللي قاره، ومن بعد كيبقى يمشي يدبر على راسه بهاد الهميزات هادو، ما كيتلاقاوش. هاد الناس هادو اللي كنهضر عليهم انا، لا مستوى اكاديمي لا مستوى عملي، شنو اللي عندهم هما؟ عندهم الكرافطه والكومبي، واكيد اكيد اكيد كيتفرجوا فيه هنا. واللي عنده النفس وعنده الرجوله وراجل يطلع يناقشني فيس تو فيس، فيس تو فيس. لان اول حاجه ما كاينش ترانسبيرنسي، لو كان ترانسبيرنسي ما غاتبقاش هاد اللايف اصلا. غنمشي نقلب في هاد المعلومات، لقيت شي حاجه في شكل غنمشي نديكلاري، عندنا كاينين مصالح كديكلاري لها. ولكن هاد الناس اصلا خدامين فيك ميثودز، خدامين يعني غير بتفيع وصافي. رجع للقنصل، القنصل عايز لك اخويا الشعر، سير دير تظاهرات، سير المسارح المغرب، اما ما تنظمش لينا هنا بفلوس الشعب هنايا وتجيب المريقيه، لقاءات سريه. علاش لقاءات سريه؟ واخا تنشرتوا هذاك الاعلان غيجي عندنا واحد سميت، ولكن ما حطيتوش الطريقه كيفاش يدخل الواحد انفيتيشن، ما قلتوش الدعوه لمن. هذاك الاعلان علاش درتوه؟ لانكم في الاول كنتوا كديروا لقاءات سريه، ونفكركم في اللقاء اللي داز في 2021
اللي بيناتكم بالتليفون درتوه وجلستوا في القنصليه كاملين. هاد المراقيه اللي كنهضر عليهم دابا حيت هاد المراقيه كنعرفهم تاع نيويورك، كنعرفهم ان بيرسون ماشي غير كنشوفهم في فيسبوك. جلستوا في القنصليه في المقر القديم، والدري صاحبي ما رضاش بهذاك الشيء، مشى دخل تمايا وقلتوا لي لا جي كدير هنايا، قال لكم انا مغربي وفرشكم تمايا وجلس معكم بزز وما حاملينوش، وتعاملتوا مع خايب داخل المقر. علاش؟ لان جات اخبار انكم كنتم مجموعين. وعلاش كتجمعوا سريين؟ راه الحاجه اللي كتكون سريه يعني راه فيها الدغل، مادام كديروا شي حاجه سريه يعني فيها الدغل. بحال دوك الاجتماعات ديال البيسمنت اللي كنتوا كتجمعوا في البيسمنت في بروكلين، نفس الشيء. هاد الناس انا اول نهار مشيت لعندهم وبغيت نخدم معاهم بالنيه، كنسحهم كيخدموا بالنيه، كنسحهم نيس كيبغوا الوطن كتالف. مشيت جلست معاهم كنسمع واحد كيقول واه سربي سربي كتب كتبنا هذيك البرا باش نتخلصوا خلاص، بحال هكا الخلاص كيهضروا على الخلاص. واحد غادي يمشي يصيب جمعيه كيقول لصاحب مول هذاك الطاكس بريبيرر وغادي لنا هذه الجمعيه ندوروا بها الصريف. والحمد لله انا الطاكس بريبر كنعرفو، الناس اللي يعرفوهم في المحيط ديالهم كنعرفهم، يعني راه كلشي المعلومات ديالهم عندي، كلشي المعلومات. 600000؟ لا لا هو مهم، انا الاخبار اللي جاتني 300000. ولا جينا نشوفو غير يعني الكوست نديرو غير الاستمت باش تكري قاعه وتجيب الباري اورجنايزر وتجيب يعني المغنيين، راك عارف نجد حتى هو بشحال كتخرج، ولا حتى هو ماشي غتجيبها من رباط الكازا، راه غتجيبها لنيويورك، خاصها تخلص تيكيتها، خاصها لوطيل، خاصها الفيكيشن ديالها، عاد باش البروفيت وهذاك القرض الاخر ديال يسار حتى هو. يعني شحال هاد الناس هادو بعداك اصلا ما عندهمش النفس على بلادهم، شتي هاد الناس هادو ما عندهمش النفس، لان هاد الجمعيات هادو عارفينهم خدامين فابور كيدبروا غير فين على غير الدخلات فين يدخلوا. ايوا لا تنشوفوا الكومنت. لا واه الاخوان انا راه كنت باغي ان شاء الله غندير واحد اللايف مع شي جمعيات اللي صراحه فيهم ناس اللي اكفاء، ناس اللي قدروا يزيدوا بينا لقدام، ما خصناش نبقاو عاطين الساحه لهاد خشبيش. هاد القوم هادو ما عندهم حتى شي قيمه مضافه على الجاليه، الا ما خداوش ما كيعطيوش، هادو الدور ديالهم غير الاخذ. راه الشيء واحد الحاجه، حنا المغاربه خصنا نحيدوا ديك الفكره ديال عبد الرحمن المجدوب اللي مشى مثلا لواحد الحفله وما خلاوش يدخل ومشى لبس مزيان ورجع وقال لي تفضل اسيدي وبقى كولكم ميكول. لا هنا في ميريكان الكرافطه والكومبلي غير ما كيبينوش على الهيئه تاع الانسان شكون هو، ما هذا كمظهر. كاينين شي مغاربه كيشوفوا الكومبلي، كيشوفوا الكرافطه، كيشوفوا التحسين، وبنادم قاد ولا طوموبيل زوينه كيقولوا صافي هذا الانسان راه واصل. نو راه العقل، راه الواحد ملي كيهضر راه كتعرف العقل ديالو، راه ملي كيخرج واحد وكيبدا عليك حنا الولاء وحنا هادي وحنا وانت في ميريكان وعارف ان الولاء ديال امريكا ملي كدير الجنسيه راه خصك ما تكون عندك حتى شي ولاء الامير ولا مالك ولا اي واحد اخر، باش كتخرج وكتصيح بها كتجهر بها كتقول انا داير الولاء مثلا لهذا الحاكم، راه تما كتمشي على اجينست يو، بيكوز انا نقدر نسجل هذه ونصيفطها للاميغريشن مثلا، ولكن انا في لحد الان ما كنبغي نبلغ على حتى شي واحد. انا شنو عندي؟ انا كنبغي ريز اويرنس، اللي بغى يبلغ يبلغ، اللي بغى جا شي واحد قال لي كيفاش نبلغ نوريه كيفاش يبلغ. وتا دابا هذه الجمعيه هذه بغاو تتبلغوا عليها سواء في الناس اللي دخلوا بفيزا توريست بدل ما يدخلوا بفيزا عمل، وهذا الشيء اللي كيديروا غالبه الفنانين، ولا سواء في الفايلين ديالها اللي كتحط لك زيرو وكتاخذ فلوس تحت الطبله. وغنقول نزيدكم واحد الحاجه، هذه تاع القضيه اللي كتاخذ فلوس تحت الطبله، الى لقاوها فعلا، الى لقاوها فعلا انها كتاخذ فلوس الطبله راه كتاخذ واحد الريورد، لان هذه الجمعيات عندها واحد تاكس اكزامت اورجانيزيشن يعني معفيه من الضرائب. ملي انت كتاخذ فلوس وكتاخذها تحت الطبله وما كتدخلهاش في الانيل ديالك، يعني راك انت هذه الجمعيه راه جمعيه تستحق انها تحيد لها هذيك الاكزامشن ديالها وعندها فايليشن. والا بغيتي المعلومات راه تقدر تصيفط اي ورقه طلب، وخصك تصيفطو للجمعيه كيكون يعني مكتوب كتقول لها مثلا الاسم ديالي راه بغيت نعرف هذه المعلومات وهذه المعلومات، عطيهم ليا. وعندك تقريبا افتر 3 دايز الا ما صيفطوش لك الجواب كل نهار الجمعيه كتشارجا 20 دولار. علاش كتشارجا 20 دولار؟ حيت هاد الجمعيات ملي كيديروا تاكس اكزامت اورجانيزيشن كيكون عندهم واحد بابليك ديسكلوجر، يعني اي واحد جا عندك من البابليك خاصك تعطيه المعلومات،
تكون open to the public. If you're not open to the public كتكره الكريتيك ما ديرش جمعية. شنو اللي كنعرف يا جمعيات سعاد ولاد هذيك مني ليكم؟ واش واحد كاين شي واحد كيدير جمعية كيدخل فيها بنته وراجلو كيقول لك جمعية مني ليكم؟ راه هادي راه خارجة على نيشان، هادي راه ما باغا لا غافرمنت لا حتى شي حاجة مني ليكم. الجمعية خاصها على الأقل يكونوا فيها واحد شحال تقريبا، يكونوا سبعة الأعضاء، يكون أد نمبر ما يكونش بير نمبر، 5 7 9 11. علاش؟ حيت كيكون الفوتين بعض المرات كيكون شي قرار، كيكون مثلا الرئيس كل اللي غنديروا هذا، يعني خص يكون هذوك الممبرز متعددين. واش واحد مع مرته ولا مع بواه واش غادي يناقشوا داكشي تاع الجمعيه في الغداء ولا في العشاء؟ التخربيق هذا. والمشكله هاد الجمعيات اللي فاقدين المصداقيه هما اللي كيحصلوا على نصيب الاسد. المهم باي ذا واي، ملي تبغوا تشربوا الماء ديروه في الطين وخليه واحد نص ساعه باش الماء كيحيا عاوتاني. هذا فاصل اشاري. المهم الاخوان اللي بغى ياخذ الكلمه باش نستريح حتى انا شويه، وهاد الجمعيات حاجه اخرى ما كتلقاش عندهم واحد موقع الكتروني اللي كيحطوا فيه مثلا المعلومات منين جبنا الفلوس. راه اوف كورس ملي كتكون غياب الشفافيه راه اي واحد عنده الحق يسول، وما يقدر حتى واحد ما عنده الحق يقول لي فين هو الدليل حتى واحد. علاش؟ لان الجمعيه ما عندهاش واحد الشفافيه. كون كانت الجمعيه ديال الشفافيه حتى واحد ما يقدر يهضر، المعلومات كلشي تكون محطوطه على الجمعيه بالفواتير ديالها بمسائل ديالها، ولكن هما كيخدموا بالخواض ما كيحطوش داك الشيء. حشومه حشومه انها تستافد سينجل فاميلي من واحد البابليك فاند اللي كيسوى الالاف الالاف الدولارات، بدل ما هذاك المبلغ يتحط ويتانفيستا في الجيل الثاني. كنعرف جمعيات هنايا كيعلموا الدراري الصغار الساينس، كيعلموهم العربيه، كيعلموهم القران، كيعلموهم بزاف د الحوايج. شكون اللي كيخلص؟ هما بيناتهم، جمعيه في اوهايو هما بيناتهم كيخلصوا مبلغ شهري. محشوماش دابا حنا نبقاو ساكتين؟ فلوس كتتحط بسميت مغاربه امريكا. الناس ملي كتجيبهم دوزام ولا كيخدوا وقفوا قدام الكاميرا كيقولوا حنا مغاربه امريكا، حنا مغاربه امريكا. راه واش كتعرفوا الخطوره تاع انك تنتحي الصفه؟ لانك ملي كتقول حنا مغاربه امريكا يعني كتهضر بلسان واحد الفئه اللي ما عاطيكش واحد الموافقه مسبقه. هنا كاين مشكله. كون كانت واحد الموافقه مسبقه عندك واحد القاعده ديال البشر كتقول مثلا هاد الجمعيه راه باينه تمثل لينا، باينه تهضر بسميتنا، باينه ياس تقدر تمثل هذيك الجمعيه، ولكن انت ما عندك لا تمثيليه لا يحزنون، وكتخرج امام البابليك كتلعبوا العقول الضعيفه. يا فلوريدا هضرت على خويا هادشي في الاول، لان فلوريدا عندها واحد النسبه كبيره ديال المغاربه، وضروري خص تكون واحد الاجندات، اجندات اللي كتبغي ان يعني خصو يبقى الولاء، خصو يبقى الناس كيحتفلوا بعيد العرش، وخص تبقى ديما يقول الناس يقولوا العام زين، ما خصش الانتقاد. تا ولينا كنشوفوا ان الطباله والغياطه وصحاب يقولوا العام زين برا المغرب اكثر من هذوك اللي في المغرب. وليت كنشوف الناس كيطبلوا اكثر، عرفتي شناهو واحد التطبيل راه وصلت تقريبا يعني بقى لا والو توصل للعبوديه، بقى لا والو توصل للعبوديه. داك التطبيل يعني الاكسترا، يعني الواحد المسؤول اللي كيتخلص من المال العام. وحنا ثاني غنبقاو هاد المؤسسه المحمديه ما قدو فيه زادو فيه، لا كاين مجلس الجزائريه اللي عقيم ما كيدير حتى شي حاجه، غنزيدو مؤسسه اخرى نحطو فيها الفلوس. مازال مؤسسه اخرى نحطو فيها الفلوس باسم مغاربه العالم، ويجي واحد ويبدا يقول لي تبارك الله على سيدنا دار هذا القرار. واش حنا نبقاو ديما حادين الراس لشي حوايج اللي ما كنستافدوش منهم؟ ما يتاجروش بسميتنا، ما كاينش مال الملك ما كيهتمش بمغاربه العالم. غادي نقولها لكم، ما اقسم بالله ما كيهتم بمغاربه العالم، ونعاود حفلها اقسم بالله لا الملك محمد السادس ما كيهتمش بمغاربه العالم. ما نكذبوش على راسنا، لا مجلس الجزائريه اقسم بالله هذا المجلس المحمدي اللي غيدير حتى هو خلق عليا في تارس، اقسم بالله العلي العظيم. نبقاو نكذبوا على راسنا، ثاني نبقاو نكذبوا على راسنا، نبقاو ساكتين، نبقاو هادو ديما خارجين تبارك الله حنا راضين وخطاب تاريخي. علاش غادي نبقاو حنا ثاني غنبقاو بحال هكا تسالين؟ واش بغيتو تبقاو قاطع ولا بغيتو تكونوا احرار وتكونوا ناس اللي تهضروا بحريه باش اي حاجه تنفذ سواء داخل المغرب او خارج المغرب؟ الحريه راه عندها واحد الثمن
ما غاديش نبقى حنا ساكتين ديما، لانك الا سكتي غتبقى ديما في الفشل. السكوت يعني الفشل. هذيك الجبه 13. لا انا اصلا ملي شفتو بدا كيجيب هذاك وهبي، بدا كيجيب هذاك شتي ملي كتحرك الاكسس لا كالسياسيين والمشاهير في المغرب، عرف راه كاين واحد الميدل مان، راه ماشي بنادم هكاك. شتي هاد الحفله اللي دارت فلوريدا، راه هاد رئيس الجمعيه تا هو راه غير بلانطو، راه محطوط، راه غير واجهه، راه ما داير حتى شي حاجه، راه ما داير حتى شي حاجه هوايا، راه كلشي جاي من المغرب، راه الضيوف شكون اللي حددهم واي حاجه من المغرب، هو غير واجهه كتبين ان هاد الناس راه زعما هاد الايفنت دايرين لوكال كوميونيتي، واحد الجمعيات على المجتمع المدني، جمعيه المغاربه اللوكال وذوك المغاربه مساكن جاو كيقولوا صوت الحسني نادي، ومشاو للطريق وبقاو كيزير الرايات، في حين ان راه بحال شي منتخب شي فريق شاري اللعابه كامل من برا، وكتقول هاد الفريق راه ديال الرجاء مثلا، هما اللعابه كامل، واحد سينيغالي واحد برازيلي واحد سميتو نو، خاص تكون اصلا هذاك الشيء كيكون فالونتيرلي، راه كاين فالونتير وفالونتولد، كاين شي واحد اللي كيتطوع تلقائيا، ولكن كاين شي واحد كيتطوع حيت شي واحد قال لي دير هذيك الحاجه. والمهم الاخوان حنا بغينا اقتراحات، حنا ماشي غادي نبقاو ديما نتشكاو، العام اللي جا غادي نلقاو نتشكاو، راه اليد الوحده ما كتصفقش. انا كون لقيت شي ناس اللي غادي نمشي معاهم واحد الجماعه ديال على الاقل خمسه الناس، نكونوا جمعيه، نكونوا مؤسسه، نكونوا منظمه، نكونوا اي حاجه، ولكن خصها تكون اللي فيها الشفافيه، يكونوا ناس بالافكار ديالهم، يكونوا ناس كريتيكال، حيت كاينين بزاف ما يتخدم عليه في هذه الجاليه ديالنا، بزاف وطلع طرق باش الواحد يخدم، ولكن ما كنلقاوش اليد في اليد. كتلقى بعض المرات شي واحد حقد عليك، حقد عليك على حساب التوجه ديالك، انت التوجه ديالك مثلا معارض غادي يحقد عليك، راه خصنا نحيدو جميع هذيك سميتو، كننساو كلشي، داكشي ديال التوجهات ديال المغرب السياسي نساوها. هنا حنا في امريكا، حنا مجتمع اخر، حنا ما كتحكمش، تقدر تكون انت عياشي نحترمك، عياشي التوب ديال العياشه نحترمك، علاش؟ لانني انا باغي المصلحه العامه، وانت كذلك، لو بغيتي المصلحه العامه نسى التوجهات، نسى انا كيفاش كنفكر، لان في اخر المطاف غتلقاني انا كنفكر في المصلحه العامه تاع السيكند جينيريشن، تاع الناس اللي كيجيو جداد وما عارفينش كيفاش فين يوجهوا، تاع الناس اللي كيجيو هنا جداد وكيتستغلوا. كاين بزاف د الحوايج اللي الجاليه لا قسمنا مثلا لواحد المجالات غادي نغطيو جميع المسائل، وغادي نقدروا نزيدوا بها لقدام، ولكن باش غادي نلقاو ان القنصليه ولات واحد المقر اللي كتكون تجمع المريقيه اللي كتحط فيه الخطط. والمشكله هاد الناس ماشي كل واحد خدام راسو، هاد الناس هادو راه كاين مثلا ناس خدامين في فلوريدا، في نيويورك، فيرجينيا، بوسطن، يعني دايرين نتورك، دايرين شبكه، راه ولا كيخدموا هاد الشيء راه منظم، راه مابقاش كل واحد خدام راسو. ملي كتولي شي حاجه منظمه يعني راه كاينه، ان يعني راه كتدخل لها في شي اعمال استخباراتيه، راه مايمكنش هاد الناس اتفقوا اجي راه حنا خصنا ندافعوا على الثوابت. هادو عندهم واحد اهداف موحده، وعندهم عارفين ان هذا الشيء كيعطي الفلوس. وشحال من واحد عرف هذه القضيه كيقول لك نمشي نبيع على كرامتي، نبيع ما وجهي، هو كيرز. ولكن في الاخر راه كتشوفوا مثلا يوسف الزروالي، كاين بزاف الناس اللي كانوا طب فارس يعني ديال عنده كيفاش كيقول لها هذيك من درجه فارس اللي كيعطي المالي، نسيت عليه. كتلقاه من درجة فارس، ولكن في الاخر كتلقاه والو، راسو خاوي، ما كتلقاه لا طاح ما كيعقلوش عليه، راه دخل الحبس، كتلقاه حتى هو تظلم. سو دونك خصنا نفكروا بطريقة أخرى، ما حنا ماشي سلعة، ماشي سلعة، خصنا يكون عندنا شي كوانت، عندنا القوة ديالنا حنا مغاربة العالم. والله حتى في المغرب الفساد غادي ينقص، ولكن علاش في المغرب الفساد باقي مستمر ومسوق حتى شي واحد؟ حيت عارفين مغاربة العالم مشريين مشريين، والنص الاخر ساكت. المهم سمحوا لي الاخوان، راه كنهضر بدون لغه خشب، انا ما غاديش نبدا نكذب عليكم، عندي شي حاجه كنقولها بدون لغه خشب، الحمد لله ما كنسب ما كنعير، كنوصل الفكره ديالي بطريقه محترمه. علاش؟ لان هذا الشيء كثر بزاف، وخصنا نلقاو ليه ضروري الحل. ما بغيناش ولادنا يكبروا في هذا الانفايرمنت اللي كبرنا فيه حنايا، ما بغيناش نبقى بحال هكا. راه كاين واحد الحاجه كتقول لك فرق تسود، انا واخا كنشوف هاد الناس يعني هما في واحد الفئه وحنا رانا في فئه اخرى،
ما كتجيني نفسي ناقصه. انا ما كرهتش هاد الناس، هما نتحدوا ونحيدوا التوجهات، كون عياشي غير ما تدخلش الاجندات، ما تدخلش شي حاجه، كون عياشي في التوجه ديالك، عيش تاع عياشي ديالك، حتى في المسير الخضراء، حتى دير اللي بغيتي، هذاك سوقك هذاك، ولكن ما تجيش تخلص وتفرض واحد الاجندات تدخلها غير بالريق، لان هذاك الفيلم ولا وبيخ ولا فيلم معيق بزاف. شنو الفائده ديال هاد الحفلات؟ ولاش المغرب كيصيفط الفلوس بهاد الكميه؟ انا اول اوكي، شنو هو الحاجه الاولى؟ هي خاص المغاربه يبقاو ديما دايرين قضيه الصحراء هي القضيه الاولى ديالهم، وخب في برا. حنا دابا 50 عام هاد قضيه الصحراء ما استفدنا منها حتى شي حاجه، حتى شي حاجه. قضيه الصحراء كتناقش في الامم المتحده، قضيه الصحراء كون بغى المغرب يخدمها غيمشي يعتمد على الناس الكفاءات، يمشي يترافعوا عليها في المحافل الدوليه في الامم المتحده في الجامعات. اما هذيك ديال الشات الشات راه ما كتنفع لا قضيه وطنيه لا قضيه عالميه، هذيك غير طريقه باش الناس كتجمع وكتبقى الولاء وكتبقى تعيش الملك وكتبقى تعيش الاسره العلويه، وحنا سيدنا. هذيك هي الطقوس، خاص ضروري يكون هذيك الطقوس، تبقى هذيك الطقوس غيقولوا قدروا هاد المغاربه يتقلبوا على مثلا الحاكم، غيبقى يجيهم في شكل. خاص ديما نبقاو دايرين سميتو الدراري الصغار جينيريشن يشوفوا هادشي باش يكبر فيهم. سو دونك هادي بحال كتقول اجندات وكيخلصوا عليها، وهاد الناس هادو ادوات ديال التنفيذ، وماشي كيختاروا ناس اللي يعني دكاتره واصلين. نو داك الدكتور غادي يقول كيفاش هاد القضيه، وغادي يسول، ما كيبغوش هما هذاك، كيبغوش واحد السطل يقول لي لبسها كومبلي راك غتولي تاب صاب. وهما دابا داير اللايف، واكيد والله حتى كيتفرجوا، اقسم بالله حتى كيتفرجوا، ولكن ما يقدرش يطلع لانه كيكونوا اصلا الاكسري ديالهم جبناء، كيكون فيهم الجبن، ما كيقدرش يواجهك، مواجهه ما كايناش. اختي سعاد المغنيين، دابا انا اصلا كنت تواصل معايا شحال هذا واحد المغني، هو اللي كان ريزيليا القضيه، قال لي شوف اخويا السيمو، راه انا براسي جيت لهنايا ومغني هنا كاين في ميريكان، مشى ريبورتال ايس ورجع من المطار، ومن بعد ديك القضيه ولا كلشي كيجي. هذوك التويميين، هذوك رجاء ولا ما عرفت سميتها هي وخوها توام، هذوك راه تاهما رجعوهم، سولا اي واحد كيجي بلا سميتو كيرجعوهم. علاش كيرجعوهم؟ كيرجعو هذوك الناس اللي تبلغ عليهم، شي واحد ما تبلغش عليه كيدخل. شحال من واحد دخل، ما يلا دخلوا عبيده ترجمه، شحال من واحد كيدخل، غير المشكله اللي ما تبلغش عليه كيدخل، اللي تبلغ عليه راه ضروري كيحصلوه في الدخله، ولا كيدخل في السيستم. مثلا كان دخل ديجا لهنايا وكان غادي يمشي، يقدر يمشي ما يوقع عليه والو، ولكن المره الجايه ملي يكون جاي غادي يكون في السيستم عندهم، خاص الريبور بعد المرات يتيك فيو دايز باش كيمشي للسيستم. وحاجه اخرى، اللي بغى يسبميت الريبورت ما محتاج لا دليل لا والو، لا سواء في الريبورت ديال مصلحه الضرائب لهاد الناس اللي كيديروا الجمعيات الغير ربحيه، ولا في الريبورت ديال ايس، هادو حيت كيتسموا تيبس، ما محتاج لا محكمه لا والو، ماشي غتمشي للمحكمه وغدعي وسميتو شي بحال شي وحدين قرا شي كامنت قريت، نو 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 نو، هادو كيتسموا تيبس يو ريبورت يو كومبلينت، تقدر ديرها مجهول الهويه، تقدر ديرها بالهويه ديالك، كتعطيهم تيبس ان يو ليد دم انفيستيغيت، حيت انت ماشي الجوب ديالك انك تانفيستيغي، انت الا شفتي شي حاجه اش كيقول لها ويسل بلور يو بلو ذا ويسل، باش هما كينوضوا هاكا تصفر كينوضو، هذا هو اللوجيك ديال. اما هذيك ديال لا خصك هادي خصك هادي خصك، هذيك شي غير تعقيز. دابا راه ولا حتى الاي اي الا بغيتي تعطيه غير التاكس غادي يكتب لك شنو بغيتي تكتب في هذيك الريبورت، غادي دير لي غير شويه الايديتين وغتصيفطو، غتبع المراحل كلشي باين. خاص هاد الناس توقفوا على حدهم، اللي بغى المعلومات على التبليغ يجي حتى الصبيه على الرحب والعين، نوري كيفاش الطريقه كيفاش يبلغ. هاد الناس هادو اللي كيتفرجوا بغاو انهم يفتحوا باب اخر، ان الله غفور رحيم، ونجيو نبداو نخدموا يعني بواحد الطريقه بدون اننا نكون واحد الكونكشن مع الدوله، وناخذوا فلوس من الدوله ونبقى نتمسرطوا في الدوله ونبقى مركزين غير على الثقافه عيد العرش سلاش المسيره الخضراء. لا بغاو يجي يخدموا في ثقافه عامه، المجالات التقنيه، البحث عن عمل. انا داير دابا مجموعه ديال الناس كيقلبوا على خدمه، صعيبه عليا القضيه، انا ما نقدرش انا مثلا نبقى ندير نقلب على المعلومات، نجي نحطها مثلا في فيسبوك، نمشي نشوف مجموعه ديال الخدمه، مجموعه ديال القادمين الجدد، مجموعه والله الا عيت بديت كنعيا، والناس كيتصلوا بيا وكيتقلقوا علاش حيت ما كنجاوبهمش،
وفي الوقت اللي كاينين الناس اللي قدروا كل شيء يدير لي تفليد ونقدروا نساعدوا هاد الناس، حيت هاد الناس كون لقيت كون لقاو المساعده غادي يلقاو واحد المستقبل افضل. ولكن انا كنشوف مثلا الناس كيمشي يتطوع مثلا واحد ايفنت بحال هادي اللي غتجي فيها نجاة عتابو، وما يمشيش يتطوع واحد ايفنت اللي غدير فيها وركشوب ولا غدير فيها مثلا على الريزيمي ولا كيفاش دير انترفيو ماك، ما كتلقاش هادشي. راه خصنا حنا التغيير كيجي من النفس. هنا غيروا ما بانفسكم حتى يغير الله ما بالقوم كامل. الا غيرتي انت راسك وبديتي كتفالونسيري وكتعطي للكوميونيتي وكتعطيها بواحد النيه صافيه، راه هذاك الامباكت ديالها غيرجع لك انت بوزيتيف. الحاجه اللي نسيت عاوتاني، خصنا نبداو نخدموا ناس سياسيين، ناس سياسيين نبداو نعرفوا كيفاش الواحد يبدا مثلا من لوكال سكولز، كيفاش الواحد يقدر يشوف المشاكل الداخليه ديال الكوميونيتي ديالو بدا يهضر عليها بي براكتيسي. علاش؟ لان هذاك الشيء باش كتكون الخطوه الاولى. سياسيين مغاربه يعني باور، راه جوج حوايج، الماني والبوليتيكس. هادو باور، هادو حطيتي مثلا المغاربه في السياسه والمغاربه حطيتيهم البزنس وخليتيهم يوصلوا لواحد الاماكن عاليه، راه وي جين باور، تراست مي وي غانا جين باور. الا بقينا معولين على هاد المريقيه اللي صراحه كيشوه بالصوره ديالنا كمغاربه، حيت كيهضروا بسميت مغاربه امريكا، ما كيهضروش بسميتهم وما ولا سميت الجمعيات ديالهم. هاد الناس بقاو غاديين بحال هكا، فالجاليه غتمشي للهويه. المهم اخوان راه عيس، انا ما بقيتش كنطول في اللايفات. اوكي فين الذين من هذا الشيء كلشي العيالات كيشطحوا حدا الرجال والدنيا مخلص. لا لا خو شوف شوف خويا الاخت، لما عرفت الاخ اللي قال هذه الكلمه، لا يا شوف الشطاح كله سوقه، غير هو هاد الناس هضرنا على الاخلاق، هاد الناس راه فاقدين الاخلاق، فاقدين الاخلاق هاد الناس. راه يعني راه كتشوفهم في اللايفات تبارك الله كيدير اخويا لاباس عليك ما شاء الله، ورا سميتو راه ما كاينه الطاسه، راه العالم الله هذيك الليله كيفاش سالات داك النهار، راه ما كاينه الطاسه والقرطاسه من ورا الحفلات. نجاة عتابو مستحيل تجيب لا رخصه، هذيك راه دايره العز راسها. يا نجاة عتابو تقدر، اما هذوك اللي باقيين الخشبيش اللي جاو اول مره هذوك يقدروا. بلاتي نشوفها. اخويا عبدو، عبدو اخويا تقدر تطلع، عبدو السلاوي، هاد الاخ عبدو السلاوي تا هو في اوهايو وعندهم واحد الجمعيه ديال تعلم القران وفيها بزاف الانشطه. شوف الا بغى يطلع راه يعطيكم معلومات، لان خصنا نقلبوا على هاد المبادرات. الناس اللي كيخدموا خصنا هما اللي نوقفوا معاهم ونساعدوهم، ساعدوا من جيوبنا. ما بغيناش فلوس من المغرب، والله ما خصنا فلوس من المغرب. راه نقدر نعطينا 50 الاخر 50 الاخر 50، ولكن غادا از غون بي باك. انا عطيت مثلا 50 نعطيها في كوميونيتي اللي قريبه ليا فين كنسكن انا، كل بلاصه تكون عندها واحد الكوميونيتي كونتريبيو باش تكون برامج يعني ان بيرسون. بنادم يمشي يقرا العربيه، بنادم يمشي يتعلم الدين، بنادم يمشي يتعلم وركشوب ديال ساينس، يتعلموا بزاف د الحوايج. راه بحال هكا خصنا الانطلاقه، راه غادي نبقاو عايشين في هذاك الاوهام، نحن احسن بلد في العالم، نحن المغاربه، راه الاوهام والوقت كيدوز، والله حتى الوقت كيدوز والناس كيخدموا وحنا غادي نلقاو راسنا والو. بحال شي واحد ضرب شي جوان ومشى بدا كيفكر ولا بيلوط وطلع وكيضحك وفرحان، شويه فاق طارج على هذيك التبويقه، اشنو شاف ديك الساعه؟ شاف راسو كبر، شاف راسو ما كاين حتى شي حاجه، الافاق تقفلات قدامه. يعني حنا ما بغيناش نبقاو عايشين في الحلم، بغينا نعيشوا الرياليتي. رياليتي ذاتس وات ماتر، رياليتي. الا ما كانش رياليتي راه كلشي فيك، دريمز ار فيك. اوكي السلام عليكم خويا منير، واش كاين شي حد؟ لا صراحة أنا ما عطاتنيش نفسي نريبورتيهم، ولكن بعد مرات أنا ما كنهضر على دوك الناس اللي جايين ارتيست، أما الجمعية تستحق صراحة، كتستحق التبليغ، لأن الجمعية معمولة بدون واحد الأعضاء اللي كريديبل، ما فيهاش الشفافية، ما فيهاش المصداقية، الفايلين ديالهم زيرو، مع أنهم كل عام كيديروا هاد الإيفنت والسهرات والفلوس داخلة. سو هنايا question mark. لا حنا كنهضروا غير المال العام، شي واحد الحاجه هما قال لك سبونسر. الا جبتي مثلا لارام، والله لارام لما لفات لك 2000 دولار ولا تيكيت ديال الرافل، ما دات سيتي اللي كاينه. الشريف، الشريف والله لا عطاك شي حاجه. الشريف، الشريف لا ما خدمش عندك ما كيعطيش. الشريف، واش الشريف سبونسر؟ حنا عندنا ودنين. هذاك الحمام ولا ما عرفت السباق،
داك السبا غيعطيك واحد التيكي تفري رافل. وانا كنهضروا باش جات هاد القيامه ديال البشر من اروند ذا وورد جات لتمايا، وكيفاش لوجمن وكيفاش جلسات وكيفاش مشات تسالات ديك الايامات الاولى. شكون اللي خلص هاد الشيء؟ شكون اللي خلصو؟ شكون اللي خلصو القاع؟ شكون اللي خلصها الاكل؟ علاش زعما، علاش زعما كتبغيو تختاروا الضيوف؟ اختار هذا محامي، هذا بوليسي، ومسكين مول الطاكسي معليش الله حتى هو يمشي، معليش ليه يفرح وينشط؟ مشيو على حساب هذاك الخط ديالكم وديك العقليه ديالكم، مول الطاكسي مول اللي خدام في الريستوران واللي كيضرب الكرفي ما يمشيش يخدم، تعرض غير هذوك الناس اللي كتشوفهم من القيلات في الجاليه وصحابك، ذات سيت زعما باش تبان الحفله كلاس، ما بغيش تشوه. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا الاخوه راه رايت انايا، المهم يطلع شي واحد يقول شي كلمه ولا يعطينا شي اقتراح، بيكوز انا كنت بغيت غير نشرح الموقف باش باش نحاولوا نتحركوا شويه. لا الاخوان شوفوا اللي راه ماشي مشكله، راه خصكم تعرفوا راه انا اختي خواتاتي الواليد كلشي عياشه، راه ما كاينه عاش الملك، ولكن عادي انا ما عنديش مشكله مع عاش الملك عباد الله. انا عندي المشكله مع تستغل هذيك عاش الملك باش تدخل الفلوس على حساب الفقراء، تما فين كاين المشكله. اما اللي بغى يعيش راه سوقه، راه حريه شخصيه، راه ربي عطاك واحد القلب تبغي اللي بغيتي وتكره اللي بغيتي، ولكن باش تستعمل هذاك القلب وتستعمل هذاك الحب باش انك تبزنس بواحد الفئه على ظهرهم وتاخذ بها عليهم العقاق، تما كاين المشكل، الاستغلال والمتاجره. خويا عبدو راه صيفط لي ها هو صيفطه. كاين الاخ عبدو، اخوان انا مازال غنخلي الميساج محلول، اللي بغى يصيفط لي اقتراحات ولا شي حاجه نخدمها. مرحبا خويا عبدو السلاوي، مرحبا بك. يا خويا محمد بخير، اش كتعاود؟ مزيان. سانك سانك. ما نقدرش ندير الكاميرا مع الخدمه. لا ماشي مشكله، ما يرون هاف تو بوت ذا كاميرا. يا سو بلاتي اول حاجه بغيت نسولك على الراي ديالك في هذا الايفنت ديال فلوريدا، باش غير نحاول نتقارب، وانا قلت الراي ديالي باش نشوف واش مثلا الناس اخرين كيفكروا رؤى متقاربه ولا عندك شي راي اخر نشاركوه مع الناس. مرحبا، كيما كان النوع ديالك؟ يا نقول لك، هو مساله هما هذيك الجمعيه مثلا انا ما كنعرفش عليهم بزاف صراحه، انا كنشوفهم كيديروا ايفنت وداك الشيء. الانفيتاسيون هما كيديروا الاشهار على انه المغاربه كل شيء، الا كان شي corruptions I don't know about it. انا ما نقدرش نقول لك شي حاجه نكونفيرميها، غير هو اللي غنقول لك هو انه كاينين جمعيات اللي كتسترزق مع النظام المغربي، كاينين تي ياخذوا الدعم، وكاينين جمعيات اللي كما قلتي انت هي كتستحق انها الدعم. بحال دابا مثلا الجمعيه ديالنا حنا شرينا الجديد وداك الشيء، ويا ريت انا نلقاو واحد الدعم من الحكومه ولا شي حاجه، يعني هضرنا على الجمعيه اللي كتطوع فيها اخويا عبدو اللي في كولومبوس اوهايو، وهضرنا على المشاكل الماليه وكيفاش يعني كتوقفوا كتكملوا الشهر وكيفاش كديروا البرامج. يعني قلت لك مثلا دابا البرامج، مثلا دابا انا قلت لك مثلا بحال الجمعيه ديالنا كانت باغين غير وليدات المغاربه نقريوهم العربيه، نديروا لهم انشطه تثقيفيه، نحافظوا لهم على الهويه المغربيه. حنا من البدايه انا كانت عندي القاطعه انا كفرد يعني، وحنا الحمد لله انتصرنا ديك الفئه اللي ما بغاتش الغنى ما بغاتش الشطيح. خويا عبدو بلاتي الاخوان اللي القلب ديالو رهيف، اللي القلب ديالو رهيف وما كيقدرش يسمع انتقاد للحاكم اللي كيتخلص بالمال العام، يخرج من هذا اللايف، بيكوز غادي تبقى لي شي ازمه قلبيه ولا شي حاجه، ولا مسؤول حتى شي واحد. حنا كنهضروا مع ايرلندا ما والو، حنا مع كامل الاحترام لشخص الملك، حنا كنتقدوا لانه مسؤول عمومي كياخذ الفلوس وكيسبانديهم بدون تشاور معنا حنا اللي اصحاب الامر، خصنا حتى حنا نعطيو الراي ديالنا. اللي ما كيقدرش يهضر بهذه الطريقه يعني راه غير كيضيع في راسه، حيت انا كنشوفوا المغاربه كيهضروا على
بايدن يهضروا على ان البوليتيكس ملي كتوصل المغرب لا سد العاليه بالله. سير تفضل اخويا. لا شوف شوف انتقاد حنا انتقاد انتقاد عادي، اي واحد شفتي شي حاجه تقولها. لا لا كاين واحد خيتي واحد خيتي رجعتنا خائنين برادر راه لا قالت لك خائنين للوطن. لا ما نوصلوش لهذيك الدرجه. شوف حنا ننتقدوا ولكن حنا ما نعايروا حتى شي واحد. راه راه بحال هذا هو اللي كيبغوا يلعبوا عليها هذوك الناس اللي كيديروا الحفلات كيبغوا يلعبوا. حنا ننتقدوا السياسه، نقدر ننتقدوا سياسه الحكومه عادي ماشي مشكل، ونتمنوا ان الصوت ديالنا يوصل وحتى شي تغيير. فمثلا قلت لك باش ما نمشيش على الموضوع، قلت لك مثلا كاينين جمعيات اللي هي كتكون هادفه كتستهدف وليدات الجاليه، فهذه هي اللي خصها الحكومه. واخا حنا ما طلبناش وما عمرنا حاولنا نديروا الكومينيكاسيون مع الحكومه في المغرب، حنا كنعتمدوا على الدوات ديالنا وعلى الجاليه اللي كتبرع، هي اللي تبرعات وهي اللي شرات المسجد، وهي اللي كتكوتيزي دابا باش كتخلص البيلات، وهي اللي سميتو كتخلص دابا مثلا الفقيه اللي مقابل لينا الجامع كنجمعوها بيناتنا. ف يا ريت لو هاد الاموال هادي تجي مثلا يستافدوا منها وليدات الجاليه، يستافدوا منها تحافظ على الهويه المغربيه تاع الوليدات تاع المغاربه هنا في هاد البلاد. هذيك الاموال ما تجيش مثلا كما قلتي سهرات وداك الشيء. انا ما عرفتش انا هادشي انايا مع الشوربه، ولكن اذا كان لا شوف خويا خويا عبدو ما ياخذكش باش لان الا جيتي تشوف تقلب على مصدر الاموال راه ما تلقاهش. ملي كتشوف مصدر الاموال غائب راه راه جاي من تما، راه ما حاط لك ديجا وزاره الثقافه ووزاره الخارجيه راه حاطين لك سبونسر. نتمنى واش نقول لك انا اخويا سيمون، الراي ديالي مثلا اللي قلتي الحلول هو ان الجاليه المغربيه خصها تضامن مع بعضها، الجاليه المغربيه خصهم يخدموا، الجاليه المغربيه خصها تزرع فيها هذيك تزرع فيها هذيك الروح ديال المبادره والروح ديال الفالنتير. هذيك الفالنتير خصها نربيوها تربى عندنا حنا كاجيال اللي جينا من البلاد قرينا في البلاد ودرنا. خصنا هاد الوليدات هادو ما يضيعوش، ما يبقاوش يمشيو للبابليك سكولز وصافي. خصنا نديرو لهم انشطه، خصنا نديرو لهم نجمعوهم مع بعضياتهم يعرفوا بانهم راهم مغاربه، راهم ماشي ميريكانيين. هما ميريكانيين راه غادي يكونوا ميريكانيين ابا من ابا وكره من كره، ولكن تيبقاو خاصنا هذيك الهويه ديال الوليدات خاصنا نحافظوا عليها. هادشي اللي كاين خويا. من بالنسبه للاموال حنا راه كما قلت لك راه حنا غير الاخوان تاع الجاليه هما اللي تبرعوا، والحمد لله في شهر واحد راه قليل فاش كتلقى شي جمعيه مثلا كتعلن انها باغا تشري مسجد وكدير الفاند رايزين تديرو في شهر وكتشري داك البيلد في داك الشهر. يعني الحمد لله بالشفافيه ديالنا والمصداقيه ديالنا. حتى مثلا ملي كنديرو شي مساعدات ما كنديروهاش في سميتنا، كدير الجو فاند مي، شي واحد محتاج مساعده كدير ليه جو فاند مي سميتو. هذيك الفلوس اللي واخا يجمعوا ليه 100000 دولار راه غادي تمشي ليه هو. انا المهم ديال اخويا عبدو هاد الايامات عبدو قلب على هاد الجمعيات اللي خصهم سبوت لايت. ديجا لقيت واحد ثلاثه وغادي ان شاء الله ندير عليهم فيديوهات ونتمنى نهضر حتى مع الرؤساء. بغيناك دير لنا يا ان شاء الله بغينا نعرفوا الماشي ديالي. يا انا ان شاء الله غنتواصل معكم. ان شاء الله انا صيفط لك الويب سايت راه فيه الميشن ستيتمنت فيه كل شيء. انا راه ديجا هضرت معاك من قبل وصيفط لك الواتساب. جاست تشيك يور واتساب you have everything in there. حنايا عندنا 150000 دولار اللي باقي كتسال داك المسجد، وانا اللي حاولت انا الكوميونيتي المغربيه في امريكا انا بغيتهم غير يوصلوا صوتنا للمراكز الاسلاميه اللي كاينين هنا ويديروا لنا فاند رايزين يعاونونا نخلصوا هذا المسجد. وكل شيء بغاو كاين واحد بغيتو حتى البنك ستيتمنت راه نعطيها لكم. راه نهضروا مع حنا كل شيء اوبن. عندي حتى الجامع العام صورناه فيديو 50 دولار الا خرجات كان كاتبين ديالاش خرجات. هاد الناس ما كيخلوش تخدم مزيان اخويا. شوف حنا في 2020 بلاتي تكمل السيمو. كاين شي واحد عنده بيزنس وبغى مثلا يعطي الجمعيه شي فلوس راه نعطيو الريسيت، وهذاك الريسيت راه يدفعوا للتاكسي يقدروا يعطيو التاكس بريك ابار. وهذا الشيء اللي كاين.
اوكي. المهم حنا شحال هذا كنا درنا تجمعنا، بغينا نديروا مثلا واحد الاورجانيزيشن، واحد الانتيتي غير خاصه غير بالترونسبارنسي والشفافيه ديال الجمعيات. المشكله بغينا زعما هذه الانتيتي شنو غتكون عندها؟ مثلا هي اللي غادا تكون غادا تمشي تقلب على هذه الجمعيات وتمشي تشوف الجمعيات النازيه وتمشي تشوف كل واحده عندها مثلا سبيسيفيكيتي ديالها، سبيسيفيكيشن ديالها، اما ايديكيشن، اما مثلا اللغه العربيه، اما دينيه. سو بغينا هذه الجمعيه، هذه الانتيتي اللي غتخلق جديده هي كانت غدير الدور، ولكن المشكله في الوقت لقينا الجمعيات ما بغاتش شي حاجه فيها الشفافيه، كيسمعوا زعما هاد الانتيتي فيها الشفافيه وبغات تكون واحد الانترميديال ما بين الجاليه والجمعيات، كيقول لك نو حنا ما نقدروش نشاركوا داك الشيء المعلومات ديالنا. لا مرحبا، هو غير هو واحد الحاجه خاصك تعرفها، هي قانونيا مثلا الشخص اللي بغى يحضر، مثلا بغى يحضر الجامع العام وبغى يطلع على الوتاوتي، خصو يكون منخرط مع الجمعيه. منخرط مع الجمعيه على حسب، اذا كان 501c3 يقدر ما يكونش منخرط، يقدر يكون غير بابليك على حسب القوانين ديال 501. هو على حسب البايلوز تاع الجمعيه والقانون الداخلي تاع الجمعيه. انا نهضر معك السي موفنتين كلير، انا راه ما عندي، ما عندنا حتى شي مصلحه، احنا مصلحه هي مصلحه عامه. فإذا بغى مثلا شي واحد يجي مرحبا، حنا ما عندناش مشكل، حنا بالعكس. لا هو اخويا عبدو كاع الجمعيات، غنعطيك هاد النقطة بالزربة، الجمعية شنو خصها دير؟ خصها دير واحد التقرير مالي وتقرير أدبي كل عام، تقرير مالي وأدبي كتعطي المسائل ديالها. فيديوهات نبعثهم لك أنا، ما عندناش مشكل. يعني إذا تسالت فيديو مالي للناس اللي مهتمين مي راه كيديروا مثلا واحد الحفله، كيمشيو الناس كيتجمعوا تما، يطرحوا الاسئله، يشوفوا مثلا عندهم اي ايشيو ولا شي اقتراحات. سو بلا يمكن تكون هذه الايفنت هذه انيولي كتكون يعني مفيده للجاليه وكتكون فيها الفيدباك. اما بحال كنديروا لايف كاع، انا راه كنديروا لايف في الفيسبوك الجامع العام ديالنا، كنديروا لايف ماشي ما كندرقوا حتى شي حاجه. ولا بغيتي يجي مثلا اخوان اللي هو مهتم وبغى يجي يحضر الجامع العام، مرحبا، انا نوقف معاه بهذه القضيه ويجي، مرحبا بنا، فرحات علينا يجيو ناس اخرين ويعطيونا افكار ويساندونا. هذا هو الان. وباي ذا واي راه المسجد راه سميناه مسجد المرابطين، ان شاء الله راه اول مغربي. افتتح بعدا ولا لا؟ مفتوح مفتوح، راه التيك توك ديالي راه كتشوف صلوات الجمعه، وصلينا فيه المسجد، صلينا فيه رمضان اللي فات الحمد لله، والاعياد دوزناهم تماك، يعني الحمد لله بخير. ودابا راه المدرسه راه خدامه، كنقريو الوليدات. اختي فاطمه هي راه كان سوء تفاهم. ما نطولش عليك اخويا السيم، وانا في خدمه. صافي واخا، تنتلاقاو في ان شاء الله. ان شاء الله. صافي. المهم انا غادي نزيد غير واحد النقطه، المهم هاد نفس الجمعيه هذه الا شفنا مثلا في الاعصار ديال فلوريدا، الاعصار ضرب في حدا تامبا لتحت، واحد في اورلاندو كيقول لك درنا، والاذاعه الكاميرا ديال المغرب درنا والحمد لله، وكانوا الناس درنا، في حين كانت هنا في ما كان بزاف الحوايج موفره للناس الضحايا، حتى من اوبر كان فري، كيهزوا الناس كيعيطوا الاوبر كيتنقلوا فري فري من بلاصه لبلاصه، باش يطلع واحد ناعس فوق لاموسيتو كيخرج مره حدا الطوموبيل حدا طارود الزبل، كيبدا يصور يقول لكم شدوا طارود الزبل بلا بسميتو ديروا هادي. وشويه جات الاذاعه قال لك الجمعيه اللي وقفت مع مغاربه امريكا في هاد سميتو. واش حنا عندنا ودنين؟ احترمونا شويه ويلي. ولا انتم كتمشيو عرفتي اش كيبان ليا؟ كيبغيو يتارغيتيو هذوك الناس اللي شويه اميين، مثلا عيالات كبار، ولا مثلا ناس كبار، ولا شي واحد باقي جا هنايا جاهل ما عارف حتى شي حاجه، كيمشي تارغيتيو هذيك الكاتيجوري، باش هي اللي كتبدا تطلع. تبارك الله عليك اخويا، زيد قدام اخويا. اما الناس اللي كيحلوا المعلومات راه غتبان لهم غير كتخربق، غتبان لهم ما كتخربق، لان من المستحيل انا ضحيه وكاين الاعصار غادي نمشي نعيط للجمعيه ديال المريقيه ونخلي النمره ديال الايمرجنسي، اتس امبوسيبل. اوكي لا لا صافي ماشي مشكله اختي فاطمه، راه حنا بغينا نكونوا مغاربه، سواء عياشه سواء انك يقول لك حنا احرار، كل شيء يكون يعني هكا. ملي كتخرج من المغرب ذات سيت انت ديالك عياشه حره، خاص يكون عندنا حاجه وحده، الحاجه الوحده اللي خصنا نحاربهم هما الناس اللي ايدر كيتستغل تاع عياشيت كيتستغلها باش يدخل فلوس، ولا شي واحد اللي كيستغلوا هذيك الحريه كيقول لك حنا احرار كيمشيو يستغلوها في شي جهه اخرى. حنا بغينا ناس اللي كتكون عندهم واحد النيه سليمه،
كون كيما بغيت تكون من تكون، يكون عندك غير واحد القلب سليم وتدخل واحد واحد الناس واحد الجمع اللي غادي يقدر يقوينا ويقدر يوحد بيناتنا. لان صراحه راه القوه ديالنا في التجمع ديالنا، التشتت كيخلق غير الضعف. تبارك الله لك اخويا مصطفى شوقي، تبارك الله على الاخوان والاخوات، اخت بشرى. مهم الا كان شي سؤال شي لعيبه ما تطرقش لها في هذا اللايف، يمكن تخليو السؤال في الكومنتس الناس اللي غيتفرجوا في اللايف تما من بعد. بغينا الدعم يا خويا كرموني، بغينا الدعم يكون بالاكشن. حنا بغينا شي واحد اللي قال لك الدعم، بغينا شي حاجه اللي تكون على ارض الواقع. كيفاش تكون؟ مثلا تكون شي بيتيشن ضد الناس هادو، بيتيشن وتمشي مثلا تمشي للمغرب، تمشي لمصلحه الضرائب هنا، تمشي لاي حاجه باش خص الناس يتردعوا. حيت شنو واقع دابا؟ هاد الجمعيات المريقيه كيستغلوا الصمت ديالنا، حيت الصمت كيشوفوا بحال واحد الارضيه خصبه لهم، شي واحد ما غيهضر، ولكن راه مجرد كيهضر واحد كيهضر مثلا علاش خاص تهضر، هادي سالي الشارج، علاش خاص تهضر؟ حيت انا عارف هذاك الواحد هو اللي غينوض الناس كاملين يهضروا، وان شاء الله غتبان اصوات اخرى، وكلشي غيهضر وكلشي غيبدا يقترح، حتى هادشي غيبدا يدوب. لان اللي كتشوفوا في بلاتين ديال الشارج باش مني فهمتي، سنوصل ان شاء الله لواحد المرحله غادي تبان نتائج ايجابيه. سعيد خويا ضروري من اللي قال البرزنتيشن هضرت عليها قبيله. هادشي غير تندد باستغلال ما شي هاد الناس هادو تدخل عندهم الكومنت، تدخل عندهم الكومنت وتخلي لهم كومنت تقول لهم هاد الفلوس، وعلاش ما يحيدك الكومنت يدليتيك دليت يحيدك كاع بمره، لانه هما كيبغيو غير شي واحد يقول لي تبارك الله عليك ما شاء الله. ولا قلبتوا هذوك الناس كتلقاهم اللي كيقولوا تبارك الله ما شاء الله، كتلقاو الاكثريه في المغرب ولا في كاكاونس. لا راه خاصنا نقطعوا هذاك واحد الخيط ما بين المريقيه والقنصليه، حيت الناس اللي بغاو يعيطوا خاص القنصليه تكون عندها التليفون موجود. لا هما كيسدوا لك التليفون ديال القنصليه كيرجعوا بيزي، شكون اللي كيخليوه اللي كيجاوب؟ هما ديك السمعه كيمشيو للقنصليه ديما وديما سميتو، وكيخليهم كيهضروا مثلا في الفيسبوك بغيتي الباسبور اش دير، حيت دابا الناس ولا ما كيعيط ما كيجاوبش القنصليه كيمشي يعيط لهاد المريقيه، هما اللي كيخدموا مع في الاعمال ديال القنصليه. لان علاش خاصهم ياخذوا الكريديبيليتي؟ هاد الناس ضروري خاصو يدير لهم واحد الكريديبيليتي، حيت ما عندهمش كريديبيليتي بيلدوا في الكوميونيتي هنا في امريكا، يعني بشقرة ولا داروا واحد المستوى وطوروا حياتهم. خاص ضروري شي حاجه شي عامل باش يهز من القيمه ديالهم، سواء تقول لهم هاكم اعطيو المعلومات ديال سميتو، ولا ديروا الحفلات، ولا ديروا شي حاجه. بعداك خاص تكون عندهم واحد القيمه اجتماعيه اللي كيصنعوها لهم، والفلوس كيصنعوا كل شيء، فلوس كيصنعوا كل شيء. حسب مقطع كاينه غير الجميله ودهن سيري سير يا واش صاحبي، القنصليه كتسد نهار السبت، حلوا القنصليه، جا القنصل حل الباب ودخل الناس، وراه مازال راه كاين مشي في القنصليه حاطين اربعه ناس جالسين في بلاصه الضيوف، والمريقيه جالسين اللور. انا ماشي سوق اللي جالس اللور مريقي، علاش؟ حيت شفت واحد خمسه المريقيه تمايا، كانوا ناس اخرين ما كنعرفهمش. شي ما مادام كتلقى مريقي حدا مريقي مع شي واحد الجماعه، عرف هذيك الجماعه الاكثريه غتكون فيها مريقيه، لان شي واحد ما كتحلي الاكسس للقنصليه يمشي مثلا في الصريده الا المريقيه. تقدر تعيد القنصل كنتي مريقي، تعيد القنصل في الليل 11 الليل 12 الليل ماشي مشكله. اخوان كاين شي سؤال؟ اني كويشن؟ كنت باغي ندير ساعه، تلقى ندير ساعه ونص. راه داك الشيء اش كنهضروا، راه ما بغيناش هذيك المرض ديال المغرب يتم جينا هنايا، نوليو عندنا واحد الفساد اخر، المغرب مصغر بالفساد. راه هذا الشيء اللي واقع علينا دابا، اقسم بالله راه ما داك الفساد ديال المغرب، راه كاين شي انديفيديال في المغرب راه هما اللي مسؤولين على هذا الشيء، راه هما اللي كينشروا الفساد، يعني الاصابع خارج المغرب، ووصلوا الجميع، وصلوا القنصليات، وصلوا المغاربه العالم اول اوفر. راه شفنا غير مثلا الاحصائيات الاخرى ديال المغرب 36 مليون تشينج،
راه ما كاينش شي بلد كيتقلص، راه يعني هذاك الفرق بدل ما تكون واحد 42 ولا 43 ما على حسب النمو السكاني، كنلقاو هذاك البشر كامل راه خرج هرب من المغرب، ما تحصاش خرج من المغرب، حيت حنا ما عندنا لا حروب، ما عندنا لا كوارث طبيعيه لا حتى شي حاجه في هذه الوقيته. كيفاش تنقصوا الناس؟ هاجروا هاجروا. علاش علاش دابا ولاو المغاربه راه ولينا حنا دوله خارج، لا جينا نشوفوا غير مثلا عدد مغاربه العالم، راه كنساوي مثلا سكان الامارات 4 المرات راه عدد مغاربه العالم، راه حنا اصلا نقدروا نكونوا دوله يكون عندنا صوت. هذاك الشيء اش كيقول لك؟ حنا بغينا نديروا لكم، بغينا نديروا لكم باش تبقاو ديما غادي في الخط، ولكن الا هضرنا راه ماشي حنا باغيين نطيحوا شي واحد ولا باغيين نديروا انقلابات، حنا بغينا غير الاصلاحات الجذريه. الاصلاحات الجذريه راه هي اللي كتكون فيها بعدا المطالب الداخليه، ماشي مطالب خبزيه، مطالب ديال الكرامه. الشعب المغربي خصو التعليم، خصو الصحه، خصو بزاف الحوايج. عاده باش حنا كمغاربه العالم خصنا وزاره الجاليه اللي حيدوها طيروها، خصنا حنا نبقاو نصوتوا، الصوت ديالنا يتسمع. مغاربه العالم ما كيقدروش يصوتوا من برا، تمشي تسافر حتى المغرب لو بغيتي تصوت، خص تكون عندنا تمثيليات، تكون عندنا قوة سياسية هنايا. راه الدولة لما يعني حطات شي يديها في الكفاءات وحطاتهم وزادت من قدام، راه كلشي ما غيتسوقش، راه ما كاين لا سيراسي، راه بنادم اللي كان ناجح هو صاحب حياته راه ما غيتسوق لا دولة لا والو، حيت كيشوف دولة فاسدة المغاربة غادي انا الشطيح وسميتو، كيقول لك انا علاش نمشي نعيش حياتي، ندير ليا الفلوس، نمشي نسافر لفرنسا، نسافر البرازيل، نتمتع وصافي. ولكن ملي كتكون بحال هكا المبادرات وكيشوف واحد البيئة خصبة، الكفاءات غادي تشجعوا، لان لحد الان الساحه ملوثه، داكشي اللي كتشوف فيها غير الناس المريقيه، وكانت الساحه فيها واحد البسيط من الامل، غتلقاو فيها ناس بعقلهم داخلين تما وكيقترحوا وكيحطوا المقترحات، ولكن صراحه بنادم هز يدو. ولكن راه اللي داو كنت باغي نقطع هسا واحد الاخ بغى يطلع، المريقي هما دوك المصريه اللي جاوا لامريكا لخدمه لقرايه وداخلين ما بين الجاليه والقنصليه. السلام عليكم. الو السلام عليكم، لاباس عليك وشي بخير في امان الله؟ كي داير اخويا؟ لاباس عليك، الله يحفظك بارك الله فيك. واخا جيت في الاخر هكذا سمعت اللايف ديالك شي شويه لو عرفنا براسك اخويا الاسم والولايه وتفضل عطي التدخل ديالك. معك يونس من ولاية نيويورك، لحداك جارك. مرحبا. بيانسور، غير هو دابا تفرجت في اللايف ديالك واحد شوية، ولكن مزيان عندك الانتقادات ولكن ما عندكش الحلول، هذا هو المشكل. تفرجت في اللايف كامل؟ بديت تقريبا من واحد 8 منات ولا 3 منات كنحاول ناخذ غير في خويا. شوف راه تحطوا الحلول، قول ما سمعتش الحلول، ولكن ماشي ما عندكش الحلول، حيت هاد القضيه امتى تقولها؟ لا تفرجتي في اللايف كامل على باش تقدر تقول ما عندكش، ولكن الحلول راه تعطى في الاول ديال اللايف وناقشناهم، منهم بين من الجمعيات اللي كتخدم على الجينيريشن 2، من بينها الجمعيات اللي كتخدم على البرامج ديال البزنس، من الجمعيات اللي كتخدم على المجال الاكاديمي. علاش؟ باش نكون واحد الجاليه عند البزنس. واخا سيمو اسولك واحد السؤال، دابا حنا كاملين جاليه وكاملين كاينين في نفس البلاصه، دابا انت كتشوف مثلا الاغلاط فين كاينين ولا فين كاين المشكل، علاش ما تدخلش انت مثلا، نمشيو دابا انا وياك مثلا ندخلوا لديك الجمعيه ولا الجمعيه اللي كتهضر عليها انتايا ياك، ونخارطوا حتى حنايا وتهضر داخل ديال الجمعيه تقول شنو هما المشاكل اللي عندك باش يتصلحوا، ماشي مثلا انت ما كاينش في ديك الجمعيه وكتهضر بحال البرلمان مثلا ياك. دابا حنا مثلا مغارب، كاين البرلمان، كاين المعارضه وكاين الحكومه، المعارضه كاينه لداخل ديال البرلمان. هنا في مثلا غادي نعرفك بانك راه كتمثل الهضره ديالك وتناقش مع الناس كاملين شنو الحاجه اللي كتشوف وهي ما عاجباكش. اورايت سو الجواب ديالي لك هو اول حاجه الجمعيات اللي عندنا، راه قلت لك ما حضرتيش اللايف في الاول، عندنا جمعيات انا وخويا ومراته، الاكثريه ديال الجمعيات كتبقى مدخل غير صحابه ومرته وحبابه. لا انت اللي كتهضر على فلوريدا، الا كنت كتهضر على فلوريدا هذيك بوحدتها، هضر لي على نيويورك. انا جاك نيويورك. شحال من جمعيه كاينه في نيويورك مثلا اللي ما عاجبكش انت؟ واخا نكمل لك، جاوبتيني واخا نكمل لك. تفضل. الناس اللي كنهضر عليهم راه ماشي باش تشوف فيسبوك، كنهضر عليهم في فيسبوك. هاد الناس راه مشيت جلست معاهم، درت معاهم الشيمات، مشينا ما خلينا ما درنا، في الاخر لقيت راسي انا كنتستغل. واش نخارط؟ واش نخارطي في الجمعيه؟ لا كان غير الشيمات. ناس جمعويين، ناس اللي كيشكلوا جمعيات
انا بالنسبه للمهنه ديالي ما كتسمحش لي نخالط هذه حاليا في شي اي جمعيه. ايوا اذا ما عندكش الوقت، اذا ما عندكش الوقت كيفاش اخويا سيمو؟ سولتي السؤال واش يمكن انني نجاوبك؟ تقدر انا ملي كتسول سكت وخليتك ملي سولت السؤال دير وخليني نجاوبك. السؤال ملي كل واحد كيتطوع راه سواء هذاك العضو راه غير واحد الحاجه رمزيه، هذاك الشيء اللي غيدير العضو. انا درت فلوس تطوعيا ودرت نفس الشيء نفس الاعمال وكندير فيها لي حاليا غير بوحدي. المشكله ديال هاد الجمعيات ما الا هضرتي لهم مثلا على شي حاجه علميه ولا شي حاجه ديال البروغراس ما كيهضروش عليها. هما شنو كيهضروا؟ كيهضروا على شي حاجه ديال اعياد وطنيه نكسبوا برا باش نديروا على الصحراء المغربيه نديروا هادي ندوا على داكشي تاع البوليزاريو. ما كيخدموش حيت عارفين داكشي فيه الفلوس. راه جمعيه يعني جماعه، راكم كانوا هاد الجمعيات غتشوفهم يعني كتقول لي سير دير سميتو كون لقيتيني ديجا انا خدام معاهم حيت انا مجين ديجا تخلطت معاهم وعرفتهم اش كيسواو. هذاك الشيء انا باغي نشجع الجمعيات الزوينين بلاتي كما هذه النقطه، باغي نشجع الجمعيات الزوينين نقدر انني ندخل معاهم وناس اخرين يدخلوا معاهم ونقدروا نخدموا بواحد الارضيه خصبه. اما لحد الان راه ما كاينش معايا من اخويا. واخا دابا كيفاش كتقول اخاي سيمو دابا كيفاش انت دابا كطرح واحد المشكل وانت ما عندكش الوقت؟ انت دابا كتقول ما عنديش الوقت انا اللي نخاف في الجمعيه ولا نكون مع المجتمع المدني ديال برادر. ديال نعم شوف شوف برادر واش غتناقش معايا نقاش اكاديمي؟ انا ما قلتش ما عنديش الوقت، ما تحطش هي كلام في فمي. هادشي اللي قلتي هادشي راه مسجل، هادشي اللي قلتي تفضل. كنت كتصنت ملي كنت كنهضر معاك كنت كتفكر شنو غتقول. انا شنو قلت؟ قلت انا الخدمه ديالي ما كتسمحش لي انني نوجيسترا اون بيبر. انا لحد أوكي. الان كنطوع هذاك الشيء اللي كيديروا قلت لك بحال هكا اللي داير غيدير واحد من روجيستري كنديروا فالونتير غير باش نعرف الاجواء لقيتها ما كايناش هذوك الاجواء اللي غتوفر لك الارضيه باش تخدم. انساني انايا ما نشخصش الموضوع. انا ما كنشخصش الموضوع. احنا شوف احنا كجاليه احنا كاملين جاليه. اسمعني اسمعني انا ملي خليتك ملي قلتي انت راك شخصنتي الموضوع. انا ملي كناقش كناقش نحن كنناقش انتم ما كنناقش شخص واحد. راه لا حيت انتقدت. انا سمع انت انتقدتي كاع ما بغيتيش انتقدتي العياشه اللي كيقول مثلا عشان مالك ما بغيتيش الناس يدخلوا للجمعيه ما بغيتيش مثلا يكونوا انشطه ما بغيتيش كذا. اذا عطينا شي حل ولا يلاه ندخلوا كاملين لهذه الجمعيه هذه ونطرحوا عليهم المشاكل ديالنا ونناقشوا معاهم هذا الشيء. ما معاهم احنا على بعد. انا عطيت الاقتراحات ديالي وربما ما فهمتيهاش. عطيني الاقتراحات التان ديالك حيت كنحس براسي كنضيع في الحجره كنتقلع. لا ما شوف احنا ما كنضيعوش الحجره هنايا. انت كتقول الراي ديالك. اوكي انت كتقول انساني انا عطينا الاقتراحات. واخا انت دابا كتقول الراي ديالك مزيان احنا كنسمعوا ليه عادي وحتى انا كنقول الراي ديالي عادي جدا. انت قلتي عندك مشكل مع الجمعيات كتشوف شي حاجه اللي ماشي هي هذيك وهضرتي كتقول والعياشه والبوليزاري والصحراء وكذا وكذا. احنا راه مغاربه خصك تعرف واحد القضيه. حنا راه سفراء ديال المغرب. انا دابا كمغربي ما يمكنش لي نناقش مع شي واحد هو ضد الوحده الترابيه ديال المغرب. هذه اولا. ثانيا ما يمكنش نناقش مع شي واحد مثلا نبغي ندير معاه جمعيه ولا نكونوا مع بعضياتنا ولا هذا وهو عدو مثلا او ما كيحملش المغرب او مثلا ما كيحملش المالك ما كيحملش النظام ما يمكنش نتفقوا هنايا. يا اما نكونوا مغاربه حيت علاش؟ لان كتجمعنا واحد الارض. راك كتقول شي هضره اخويا اللي ما كايناش. هادشي اللي قلتي هادشي اللي كان واحد مسؤول عمومي. فرضنا شي واحد كينتقدو كيقول هذا المسؤول خصو يتقاد. ما تدخلش مع الخينه. احنا ما عندناش مشكل في الانتقاد اصاحبي. الانتقاد البناء ما عندناش مشكل فيها اصاحبي. الانتقاد البناء ما عندناش مشكل فيه. ولكن انا دابا لا بالك هذا شي حاجه اخرى الله اعلم. ولكن ما يمكنش لك اصاحبي تكون ضد ديال كل شيء، ضد الحكومة، ضد الجمعية، ضد المغاربة، ضد الصحراء، ضد كل شيء اصاحبي راه لا يمكن السيمو، راه خصنا نجلسوا فوق الطبلة ونناقشوا. أنا خويا مثلا عطيني اسم بالأسماء، عطيني اسم الجمعية اللي غتقدر تخدم معاها وتزيد معاها لقدام. أنت دابا كتهضر على الجمعيات، أنت دابا أنا ما كاينش لا في الجمعية، أنا ما كاين لا في الجمعية، أنت كتهضر على الجمعيات، قلت لك يلاه نمشيو. أنا شي فكرة بني فكرة وعطيها يعني تكون جملة. أنا قلت أنت دابا حبيب قيسي كتهضر على البوليساريو كتهضر على المالك كتهضر ما عطيتيني لا فكره بقيت كتهضر علي. انا كنقول داك الشيء انت تقول. انا راه انا نقدر نمشي غدا نقدر نتوفر نقدر يطلع لي الدم نمشي نسد عليا بيتي غتبقى الجاليه. راه انا غير واحد الجزء راه ماشي انا المشكل. راه انا كان بغيت تحل المشكل شوف المشكل العام. انا راه غير كنهضر على المشكل راه ما ديرليش انا مشكل. سير هضر على المشكل اللي عندنا حنا كجاليه باش واخا واش انت مستعد الجامعات يخدموا الترونسبارنسي
واش مستعد تضحي الجمعيات واش مستعد تضحي بالوقت ديالك؟ شنو؟ واش مستعد تضحي بالوقت ديالك ونضحي بالوقت ديالي ونمشي حتى حنا للجمعيه ونخارطوا؟ مستعد لهذه القضيه هذه؟ شوف العمل الجمعوي اللي كندير انا والله ما تقدر تضحي حتى ب 30% اللي كنديره، اقسم بالله العلي العظيم. وقبيله قلتي ما عنديش الوقت للجمعيه ودابا كتقول هذا ولا يمكن اصاحبي. المشكله انت ما كتفهمش، دابا المشكله اختي بقى عندك ثلاث المرات برادر، قلت لك انا ماشي ما عنديش الوقت، انا ما كنقدرش باي لوز ما نقدرش نتسجل تسجيل نكتب سميتي نتسجل تكون عضو في الجمعيه، هذا هو اللي ما نقدرش. لا ماشي عضو دابا صاحبي قبل ما تجي انت الميريكان سيمو كاين عضو كاين منخرط، حنا نكونوا غير منخرطين ونعطوا الاراء ديالنا، حيت اوكي راه جميع اي نظام اي جمعيه راه كيكونوا مشاكل. واش كتظن ان الجمعيات المغربيه غتدخل وغادي مثلا تعطيهم الراي ديالك وغادي تقبلوا غير هكاك؟ راه الجمعيات اما كتلقاهم انا وخويا مراتو اما كتلقاهم صحاب بعضياتهم جامعين بحال واحد الجمعيه في بروكلين، كيحيدوا رئيس كيديروا رئيس ما كيخرجوا حتى شي حاجه. راه ما يمكنش ان نناقشوا شي حاجه اصاحبي غير هكذاك وحنا ما كاينينش لداخل، راه لا يمكن، راه خاصها السيده كنتي بغيتي. الحاجه اللي غتناقش انا حال اللايف ديالي علاش ما يخرجوش هاد الناس ويناقشوا بابليك؟ هذه جمعيه عموميه بغات تناقش شي حاجه خصها امام العموم، ما تناقشهاش داخل، علاش الناس خايفين؟ يطلعوا يناقشوا دابا يلا، شنو المشكله ناقشنا دابا؟ والحاجه اللي ضرنا كاملين. شوف راه اي جمعيه في العالم ولا اي منظمه في العالم كيكونوا فيها المعارضين وكيكونوا فيها الناس اللي لداخل وكناقشوا المشاكل ديالنا. برادر برادر كتضر لي على جمعيه فيها الراجل هو الرئيس والمراه هي نائبه الرئيس والتريجرر هو الاب، راه ما كنهضروش على جمعيه منظمات بعقلها، راه كنهضروا غير على تخباشو ودير سميه وسميتي تتبزنس. واش صاحبي كتقارن لي الطز الحمد لله عشاكم؟ نكونوا شويه منطقيين صاحبي. سيمو زيد اخويا زيد كون منطقي كون غير لوجي. افكار عطينا شي حاجه اللي غنستافدوا منها، راه كاين دابا تقريبا هما تقريبا 80 واحد، اشنو غتفيد هاد الناس؟ اش بغيتي تقول لهم على كيفاش نبنيو جاليه افضل؟ نسى السيمو راه كيهضر حتى هو، هضرت انتايا قول هذاك الشيء الزوين طبل ماشي مشكل، ولكن سالي ما تخصص الموضوع لانني انا غير كنعطي الراي ديالي، ما ترجعنيش على الموضوع، ما عندكش الوقت واحد حتى شي مره صاحبي. كتعطي الموضوع حنا ما قلنا لك اي الحلول، راه انا قلت لك واحد من الحلول، الحل دابا انت كتهضر على هذا المشكل هذا، قلت لك يلاه نخاطوا في هذه الجمعيات هادو ونعطوا الاراء ديالنا، ما يمكنش نهضروا في الفيسبوك. انت انا علاش واحد أنا. واحد انت دابا حيت انت دابا عندك مشكل مع هاد الناس هادو. السلام عليكم صاحبي. وما يمكنش ما يمكنش صاحبي رأي، وحنا ما بغيناش نكونوا معاك، عطينا شي افكار ثاني انا اوكي انت باغي تنخرط اوكي عطينا ثاني انا انت باغي تنخرط فرضنا باغي تنخرط اش من بعد شنو غدير؟ الى الخرطنا حنا غنعطيو الراي ديالنا ضروري لداخل ديال الجمعيه، راه ضروري غادي تقول داك الشيء اللي عندك لداخل، ما يمكنش نبداو نهضروا خارج على 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 المجتمع، راه لا يمكن. حنا راه كجاليه ياك، حنا جاليه عندنا المشاكل ديالنا عندنا الطموحات ديالنا عندنا الاغراض ديالنا بزاف، ما يمكنش ليك لان انت راه شحال من مره كنشوفك مثلا هضرتي على شي حاجه ديما مثلا ما كتبغيش شي حاجه، ديما كتنتقد بزاف ديال الحوايج. جبد لي الحاجه اللي ما بغيتش ناقشوها، جبد لي شي حاجه مثلا ما بغيتيش مثلا ناقشوا اوكي ما بغيتيش مثلا ناقشوا الصحراء المغربيه، ما بغيتيش مثلا ناقشوا البوليزاريو، ما بغيتيش مثلا ناقشوا المشاكل اللي عندنا. اش كامل خصك تناقش حتى حنا مغاربه. واي عباد الله اسمح لي شوف انا ما قلتش بحال هكا، انا قلت الاولويه ديالنا هما الحوايج اللي عندنا حنا في ميريكان، التعليم البزنس بزاف الحوايج هما الاولويه. الا كانت شي حاجه هاد الصحراء اللي كتهضر عليها انت، راه الدوله كتخسر عليها الزباب ديال الفلوس، دبلوماسيين سفراء مغنيين مشاهير كتعطيهم العاقه ديال الفلوس باش يهضروا على هذه القضيه. حنا الا بغات تكون شي قضيه بحال هكا تكون واحد الجمعيه ودير تهضر غير على قضيه الصحراء والدوله تعطيها الفلوس ولا ما تعطيهاش، مهم تكون الشفافيه، مهم بعدا حنا كجاليه ماشي نبقاو مسوقين غير الصحراء، لان الصحراء ما استفدنا منها حتى شي حاجه والشعب المغربي ما استفد منها حتى شي حاجه. راه بلادنا هذيك الصحراء خصنا ندافعوا عليها باش ما كان. شوف واحد القضيه خاي السومي خويا اللي ما حبش دافع عليها، انا كناقشوا الموضوع ديال الجاليه المغربيه في امريكا، وخص. اما هذيك القضيه عليها في الامم المتحده، بغيتي دير شي حاجه اخرى دير شي افكار مثلا، قلت لك عطيني افكار كنت انا براسك تقول لي شوف اخويا الصحراء المغربيه حتى هي واحد القضيه مهمه في الدوله، خصنا ناسسوا شي لجنه ونبقاو نمشيو حنا للامم المتحده ونترافعوا على قضيه الصحراء
ونهضروا عليها ونوصلوها الناس الامريكانيين، ما تبقاش عليها غير انت انت انت. واش انا نبقى نفكر بلاصتك؟ واش نقول لك واش نبقى نفكر بلاصتك باش تبقى تهضر عليا انايا؟ وانا راح والله ما طلع صاحبي غادي غير نطيح من القيمه ديالي بد الكومنتس هذو صاحبي. ماشي مشكل، انا عطيتك فرصه تعطينا منفعه عامه، ما فيها شي مشكل السيمو. واخا راه شوف، راه اي جمعيه واخا مثلا دير انت جمعيه او نديروا مثلا جمعيه نكونوا فيها مثلا حنا مغاربه، مثلا حنا مغاربه مثلا بغينا وليداتنا نقراو، بغينا نديروا مدرسه، بغينا لهم كذا كذا كذا، غادي تقدر مثلا غتقاتل مثلا باش تكري واحد البلاصه، غتقاتل باش تكري واحد البلاصه، واحد المدرسه ولا واحد كذا، غادي خصك واحد المبلغ اللي هو كبير بزاف. نقولوا حنا مثلا على الاقل واحد 20000 30000 دولار في الشهر، عاد ما بالك المساهمات ديال بعض الجاليات. اوكي، هنا مثلا انت كتدفع الدوسي ديالك للوزاره الخارجيه في المغرب، الوزاره الخارجيه كتعطيك مثلا شي بركه، راه مثلا الا عطاتك هذيك البركه مثلا باش تقاد الكتوبه باش كذا، نقولوا مثلا شويه عطاتك هذا، ما يمكنش شي واحد يجي وغادي يهاجمك يقول لك اه سيمو انت دفعتي وكتاخذ مثلا الفلوس من الوزاره الخارجيه ودعموك وعلاش داروا ليك وعلاش كذا. حتى انا صاحبي راه كاين اسئله عاديه هذه المساله، ولا ديرها بحال شي وزيعه كل كيجي دي طرف. انا لا شفت بحال هكاك راه نهضر، لان شي واحد لا غياخذ فلوس خصو تكون عنده واحد الادد فاليو يعطينا شي نتائج، ماشي ياخذ فلوس يمشي يسحقهم ويمشي يبقى يطلع ولا الزرايه ولا يدير شي حاجه يقول لك انا راه دافعت على الصحراء. راه ماشي هكاك تدافع على الصحراء، لكن انا دافع على كل شيء، راه كل شيء كاين اخي سيمو. كيفاش كون؟ ما عندناش مشكل، قلت لك حنا كنغاربه غنهضروا على كل شيء. سافت قضيه الصحراء من الرالي ديال اورلاندو ولا من الصاله ديال نجاة التابو، ما هذا سافت. راه صاحبي واش انت كتحس بشنو هو الانتماء ديال الوطن ولا شنو هو الانتماء ديال الهويه؟ انا كنت كل ما كانش فيه الانتماء تاع الوطن كاع ما تبقى في هذه الحرقه هذه، وكنهضر على الوطن بهذه الحرقه هذه. وراه عادي ماشي مشكل انا كتدافع عليه. قبل ما تستدل بالوطن فهم المعنى ديالو، راه الوطن ماشي هو الملك، راه الوطن هو الارض المغربيه والشعب. هو الملك، شوف الله الوطن الملك صاحبي، الله للعباده. انا كندافع على الوطن ديالي، انا الوطن ديالي عادي، انا الوطن ديالي عادي هو الارض، هذا هو الوطن ديالي عادي. شوف انت كدافع، والله يحشرني مع من كدافع. الله الله للوطن، الملك للقياده، راه عادي يا صاحبي، هضر ما فيهاش العيبه صاحبي. واش الملك حياته كامله خارج من المغرب باش من القياده؟ شنو انجز الملك؟ ودابا خليه، دابا حنا ما كان هذاك ماشي الموضوع ديالنا، خلينا غادي غير الجمعيات. على الملك القياده شنو انجز الملك 25 سنه؟ قول لي. وانت عندك مشكل معاه صاحبي، حنا ما عندناش مشكل معاه كجاليه، ما عندناش مشكل معاه. المشكل انت بغيتينا ندافعوا على هذا الملك، بغيتينا شنو قدم؟ وحنا مغاربه، شوف حنا راه مغاربه صاحبي، عندنا واحد القضيه كندافعوا عليها فين ما مشينا. اسمح لي، كاينين مغاربه احرار يقول لك عاش الشعب، كاينين مغاربه عياش يقول لك عاش الملك. وعاش الملك عادي، عاش شوف عاش الملك وعاش الشعب وعاش الوطن عادي، فين المشكل هنايا؟ واش خصنا نكونوا عاش الشعب؟ نقدر نقول عاش الملك حتى شوف عاش الملك عاش الشعب. علاش الملك واحد من الشعب؟ راه الملك ديالي هذاك، راه اقدم ملكيه في العالم، راه الارض ديالي اصاحبي هذيك، راه بحال بلادك اصاحبي كتدافع عليها عادي. شوف شوف غندخل معاك في التاريخ وسميتو غادي تبقى غير تخربق اخويا، راه بالي المعلومات. احنا كنهضروا، شوف احنا كنهضروا في المشاكل ديال الجمعيات والمشاكل ديال سميتو، ماشي مشكل ناقشوا هاد المسائل. كنهضروا على المشاكل ديالنا ديال الجاليه، دخلت هي الصخره، دخلت هي الملك سيمو و برادر، راه هادشي اللي كنهضر عليه انايا راه ما كيتحسن عليه، ما كتشوفوا لا في دوزان، ما كتشوفوا لا ميدي، ما كتشوفوا لا في قنوات المرقه، ما كتشوفوا لا عند المريقيه، ما كتشوفوا عند حتى شي واحد. هذاك الشيء اللي كتهضر عليه نتايا، دير غير التلفازه غتلقى كلشي كيهضر عليه وخسر عليه بزبابك الفلوس. واش انا تا انا نتزاد ونهضر على هذا الشيء تا انا باش تبقى انت على خاطرك، ولا نمشي نهضر على شي حاجه اللي ما مسلطيش على الضوء نهائيا لا في الاعلام لا في حتى شي حاجه، هي الجاليه المغربيه التكوين ديالها، شنو بان لك؟ اجي سيمو اللي عنده الريزولت غتكون اكثر، وراه شتي انت تبقى تهضر على الملك وتهضر على الصحراء، والله ما غتزيدوا ما تقصوا حتى شي حاجه، دير اللي درتي. ولكن انا لا هضرت ودرنا برامج غنقدروا نخلقوا التغيير. والتغيير ولكن داخل اصاحبي ديال ديك البلاصه، ما يمكنش نخلقوا التغيير وحنا خارج مثلا الجمعيات والمنظمات، راه لا يمكن، ما يمكنش لك دير هذه القضيه هذه. الا بغيتي ها حنا نديروا يدينا مع بعضياتنا. اخيره اعطينا كلمه اخيره وبلا ما تهضر عليا انا، هضر على الافكار ديالك نساني انا. انت هذيك المنظمه تاعك، انا ما بقاش باغي نخرج الجمعيه، صافي ما بقاش باغي نخرج الجمعيه، قلنا عليك نتايا. ايوا صافي، كلمه الاخيره انا كنقول كاع الدراري الناس كاملين الا بغاونا كاملين نخارطوا في الجمعيه ونكونوا حتى حنايا منخرطين ونعطوا الاراء ديالنا لداخل ديال اي جمعيه كما كانت،
ولا خصنا شي مساعدات من الدوله، نصيفطوا لوزاره الخارجيه ونصيفطوا لها، بغينا نديروا شي مدرسه تعاونوا كاملين عادي جدا، ونخليو حتى المغرب انه يعاوننا، وما يكونش فينا الحسد، ما يكونش فينا الحسد وتكون فينا الغيره. ودائما نقولوا الله الوطن الملك، الا ما قلناش الله الوطن الملك اذا هنا غادي يكون عندنا مشكل بيناتنا. واحد ما كيحملش الملك، واحد عزيز عليه الملك، واحد ما عندوش مع الصحراء، واحد عنده مع الصحراء، اذا هنا ما عمرنا غادي نتفقوا. وشوف حنا راك ما كنعرفش نخاطب مع الجمعيه كما كتقول، ولكن باقي ما لقيناش الجمعيات المناسبه. واش راه نمشي نتقيد مع الجمعيه فيها راجل ومرته بواه مثلا، ولا فيها المراه وبنتها وراجلها مثلا، ولا فيها الصحاب بيناتهم بي اف اف؟ واخا نديرو قضيه، نديرو قضيه. انت دابا مثلا قلتي الجمعيه ما خال، واش نديرو جمعيه بيناتنا حنا مثلا، نجمعو خمسه ديال الدراري ولا سبعه ونديرو جمعيه بيناتنا ونكبروا حتى حنا ونديرو داكشي اللي داروها الناس، داروها الناس، داروها الناس وما لقاوش السيبورت، حيت هاد الناس كيمشيو يستغلوا. انا كنهضر عليك دابا، انت دابا كنهضر انت وانا كنهضر عليك دابا، انت اللي مثلا ما عندكش مثلا مشكل مع الجمعيه، اجي نديروها انت وانا ونجمعو شي دراري هنايا اللي سميتو ونقادو الجمعيه ديالو حتى حنا نخدمو. اوكي صافي ان شاء الله، اي وقت ان شاء الله ونداو ان شاء الله. امتى تكون مسالي؟ او انا مسالي في اي وقت، ما عنديش مشكل باش نديروا الشيء، ما عنديش انا مشكل، ولكن انا الرئيس ما عنديش مشكل. احنا دابا شوف حنا غادي نتلاقاو ونديروا ديك الساعه الجمع عام ونهضروا، وديك الساعه يكون خير صافي كل خير ان شاء الله. وعقل عليها الله الوطن الملك دائما. يلا تهلا خاي سيمو، سير الله ما تحاولش تفرض عليا الراي ديالك، راه كله عنده. ان شاء الله الاخوان مع ديراق هنا نفعلنا شويه، حيت الشخص انا ما كدير حتى شي حاجه، نحاولوا ننساو الدات فهمتيني، نساو الدات ونكونوا بوزيتيف، داكشي باش نزيدوا لقدام. لا بقينا في هذا الشخص انا انت 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 انت، انا ملي كنهضر كنهضر على واحد الظاهره، ما كنهضرش غير على شخص ولا جمعيه وحده، كنجمع كامل، كنهضر على ناس في فلوريدا، كنهضر على ناس في نيويورك، كنهضر على ناس في بوسطن، كلشي كيشاركوا نفس الشيء، ماشي كنتارجيتي انسان واحد كتولي هذيك الساعه استهداف. المهم اخوان اللي غتفرجوا في هذا اللايف من بعد، اللي عندكم شي كومنت واقتراحات، بيكوز انا كنت باغي نجمع اقتراحات باش نخدموا عليهم، بليز ليف ذم هير. الناس اللي تفرجوا معنا ثانك يو فيري ماتش، وشكرا على الكومنت ديالكم على التعاليق ديالكم. الى بالكم هاد اللايفات بحال هكا كيكون فيهم واحد يعني الصوت الاخر، حيت لحد الان في الفيسبوك سيرتو كنسمعوا غير واحد الصوت، ما بقاش كنشوفوا اللايفات ديال يعني ديفرنت بيبل، كنشوفوا غير هاد الناس المريقيه لابسين الكومبليت وطالعين كيخرطوا علينا بهذا المعنى. So long, غادي الى بغيتوا هاد اللايفات try to leave comments وافكار كما قلت، وان شاء الله فهمتي انا كنطمع خير، انا كنشوف ناس في الجاليه اللي ان شاء الله غادي يقدروا يرجعوا واحد الجاليه اللي متقدمه، خاصنا غير نقيو الساحه. راه ما بحال الدري كيقول لك نمشيو نمشيو نخاطو نمشيو نديرو نمشيو نمشيو، راه مشيت بغيت نخاط انا الاول، ولكن المشكله ما لقيتش الناس اللي غتنخاط معاهم ودير في الليل وتخدم، غتلقى غير شي واحد اللي يخليك تضرب تماره ويمشي يستغلك، غيخليك تضرب تمارا. داروا الناس القادمين الجدد، داروا جمعيه تاع القادمين الجدد، قال لك احنا غادي نديروا متطوعين جزاهم الله خيرا، كتصيفط هذا عند هذا عند هذا عند هذا، وهي كتمشي تبزنس. احنا درنا احنا درنا احنا درنا، المتطوعين ما كيبانوش. السلام.